بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين في كل مكان. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، دائما وابدا معكم كل الاخبار والانفرادات والكواليس، وحلقه هامه جدا. عندنا كتير جدا من الموضوعات، اهمها وابرزها المكالمه التليفونيه اللي حدثت بيني وبين الكابتن محمد عادل حكم مباراه القمه بين الزمالك والاهلي الاخيره، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بخمس اهداف مقابل ثلاثه، لانه تصريحاته الحقيقه قلبت الدنيا، وانا عندي رد. بس هيكون كمان ان شاء الله معايا بعد شويه كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام الرئيسيه، هو موجود خارج القطر في تونس، لكن ان شاء الله يكون موجود معانا لانه هو اقدر بالرد على كل التساؤلات اللي على السنه الناس. هاشتاج حلقتنا النهارده هيكون الدوري مع شوبير. وقبل ما طبعا سؤالكم هيكون للكابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال حقيقه انا بشكره لانه دائما وابدا بيختصنا معظم الاوقات بالظهور معانا وبيجيب على كل التساؤلات بقلب مفتوح. وايهاب جلال عامل حاله في كره القدم المصريه في كل الانديه اللي دربها، الحقيقه معظمها ان لم يكن كلها وجد معها نجاح غير عادي. يمكن تجربه الزمالك التجربه الوحيده اللي ما نجحتش قوي، لكن دائما وابدا الكابتن ايهاب جلال ليه تاريخ وليه اسم كبير جدا، والنهارده هتكون السهره مهمه جدا مع كابتن ايهاب جلال. عندنا كمان اكتر من قضيه هنتكلم فيها النهارده بكل وضوح وكل صراحه. تبعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي. كالعاده بنبدا بموجز الاخبار. روجر ديسام مساعد كروش بيؤكد ان الجهاز الفني للمنتخب عايز تجمعات اطول وان اختيار اللعيبه بالكفاءه وليس بالسن، اما كروش فقد غاب بسبب اصابه قدمه بالتواء. النجوم احمد حجازي واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد في تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لمباراه انغولا، وغدا انضمام محمد صلاح والنني. كابتن شوقي غريب وجهاز المعاون المسؤولين عن المنتخب الوطني الاولمبي بعد اعاده تعيينهم من جديد فاجئوا الجميع ببدء معسكر مبكر واستعدادات مبكره جدا لتصفيات الامم الافريقيه. اختار ابراهيم عادل كابتن للفريق، بالتوفيق ان شاء الله. بدات المشاكل وبدات الغرامات. رابطه الانديه او لجنه المسابقات من خلال رابطه الانديه بتغرم الاهلي والزمالك اكثر من مبلغ لاسباب مختلفه، وايضا عدد من الانديه. بعد تصريحات كابتن محمد عادل امبارح، النهارده في بيان من النادي الاهلي بيقول انه بيدرس اتخاذ الاجراءات القانونيه اللي بتحفظ حقوقه من خلال مباراه الزمالك والاهلي. باختصار ودون زيادة أو نقصان، وزارة الشباب والرياضة بتعلن دراسة الحكم الصادر بشأن مجلس الزمالك المنتخب، بتؤكد حرصها على استقرار النادي والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية. الإسماعيلي بيؤكد عدم الاستقرار على اسم المدرب الجديد، بيعين حمادة المصري رئيس اللجنة الفنية ومعاه محمود حسن وأشرف خضر، لكن يعني المعلومات بتقول إنه فيرا غالبا سيعتذر وإنه اخوان الارجنتيني هو المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي. النجم الكبير تشافي بيوقع عقود تدريب برشلونه وبيعلن موافقته على تجديد تعاقد الفريق مع عثمان ديمبلي، بيقول كمان يمكنه ان يكون الافضل في العالم. واخيرا نادي نيوكاسل الانجليزي بيعلن عن التعاقد مع ايدي هاو لتدريب الفريق خلفا لستيف بروس بعقد يمتد حتى نهايه 2024. المهاجم الكولومبي راديميل فالكاو بعد ما تالق امام ريال مدريد وسجل هدف، لعب بالظبط 12 دقيقه سجل هدف لكنه اصيب في العضله الضمه، سيغيب مده لا تقل عن شهر. اما بوجبا فقد اصيب في تدريبات منتخب فرنسا، نتمنى للجميع السلامة. ونادي فيسبريم المجري واحد من أقوى أندية أوروبا في كرة اليد بيعلن توصله لاتفاق لضم يحيى الدرع لاعب الزمالك لمدة موسمين بدءا من الموسم القادم. بكون سعيد جدا وأنا بعلن أنباء تألق لاعبين في مختلف اللعبات في كل الدنيا. دينا مشرف بتقود ميتز الفرنسي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لتنس الطاولة، اما ماير شريف فثلاث مراكز اخرى في تصنيف محترفات التنس وصلت للمركز 61 عالميا، بالتوفيق يا رب ان شاء الله.
خبر اسعدني جدا، فوز كابتن ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز برئاسه الاتحاد الافريقي، واحتفاظ كابتن مدحت البلتاجي بمنصبه نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد. الف مبروك. وخبر اخر سعيد، سيف عيسى لاعب منتخبنا الوطني للتايكوندو بيتوج بذهبيه بطوله باكستان المفتوحه، فاز على بطل افغانستان في النهائي، الف مبروك. خلينا نشوف كده من وجهة نظرنا أفضل 10 أهداف في الدوري حتى هذه اللحظة، وبعدين نرجع نحكي كتير. دايما الناس بتستمتع بالاهداف، ودايما بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمتعكم بعدد كبير جدا من الاهداف المسجله، لكن الحقيقه بطوله الدوري باديه بشكل غير عادي. احنا لعبنا يا جماعه ثلاث اسابيع، الاسبوع الاول 26 هدف، الاسبوع الثاني نفس الرصيد 26 هدف، الاسبوع الثالث 23 هدف. البعض قد يرى انه يعني الارقام خادعه، لانه مثلا مباراه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في الاسبوع الثالث لوحدها شهدت 8 اهداف، وده لما تخصمه من 23 هدف، لكن هو في العالم كله بتاخد المجمل وبتقسمه على المتوسط، فيبقى عندك 9 مباريات فيهم 26 26 23، انت معدي نسبة الهدفين بكتير، كمان بتقترب احيانا من 3 اهداف، ده دليل انه البطولة بداية ساخرة. لكن عايز انبه بس واحذر انه دايما البطولات بتبدأ كده، يعني في البداية بتبقى القصة مفتوحة شوية، الناس لسه موضوع صراع النقطة ما بدأش، واحد يقول لك لا ده لسه بدري لسه القصة، ثم اللي بيحارب بقى عشان يفوز بالبطولة بيبقى قافش بإيديه وسنانه في كل نقطة، اللي بيحارب عشان ما ينزلش بعد شوية بيبقى ماسك بإيديه وسنانه في كل نقطة. أتمنى إنه ده إن شاء الله المعدل ده بلاش 26 كل مرة يعني، بس ما نقلش عن 20 هيبقى كويس، هيبقى الشكل كويس، خاصة إنه شكل الكرة في مصر هجومي، وده حاجة جميلة جدا، هجومي بمعنى إنه تلاقي فيوتشر عايز يكسب، تلاقي سيراميكا عايز يكسب، تلاقي الشرقية للدخان عايز يكسب، تلاقي سيراميكا عايز يكسب، تلاقي سموحة عايز يكسب، تلاقي غزل المحلة، وأنا بعتبر غزل المحلة واحد من أكبر المفاجآت من وجهة نظري، غزل المحلة يعني عامل مفاجآت بالجملة، إنه يحصد في أول 3 أسابيع 7 نقاط دون هزيمة دون خسارة، أتصور ده أمر جيد. لكن خلينا نروح لقضية مهمة جدا، وأنا الحقيقة كنت السبب فيها دون أن أقصد، أنا راجل بعمل شغلي على قد ما أقدر وبحاول إني ألبي طلبات المشاهدين والمستمعين في الرد على كل أسئلتهم أو الأسئلة اللي بتجول بخاطرهم وبذهنهم. من هنا كان معايا امبارح الكابتن محمد عادل اللي أنا بعتبره عمل مباراة هايلة، مباراة القمة بين الزمالك والنادي الأهلي، وأدى مباراة على أفضل ما يكون هو الطاقم المعاون، فكان الراجل معايا في مداخلة بالأمس وأجاب بكل شفافية ووضوح على كل التساؤلات، يمكن كان عنده حسن نية في الإجابة على أحد الأسئلة، وأنا تخيلت أو تصورت أن الإجابة عادية، وأنا دايما الإجابة عندي أو السؤال عندي من الإجابة،
فحتى ما توقفتش امامها كثيرا، يعني تخيلت انه يعني الناس فاهمه ما يقصده، لكن يبدو ان انا كان لازم اتوقف امام هذا الامر عشان يبقى في توضيح اكتر. عشان كده قلت انه لابد يكون في رد على يعني انا شايف يعني رد فعل عنيف جدا موجود عبر السوشيال ميديا، بيان من النادي الاهلي، فقلت افضل من يرد هو الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام اللي بشكره انه معانا من تونس على الهواء مباشره. كابتن عصام مساء الفل على حضرتك. مساء الخير عليك كابتن شوبير وعلى كل مستمعيك الكرام. انا بس عاوز اخد بس من كلامك حاجه مهمه قوي يا كابتن شوبير. اتفضل يا كابتن. النيه الصافيه والشفافيه والاخلاص ما يكونش قيمتهم اللي بيحصل ده. نعم. بكلمك بكل امان. اتفضل. الراجل سمحنا ان هو يخش مع حضرتك. صحيح صحيح. لسبب واحد، احنا لما يكون حد فرحان زمايله اللي لعبوا الماتشين اللي قبل كده يا كابتن البنا وامين عمر الكل اتكلم في الاعلام وراحوا كمان قنوات وظهروا. صحيح. جم شرفوني الاثنين. نعم. شفت. طيب احنا انا سمحت له انه يتراجل يتكلم، يعني يعبر عن فرحته، يعبر عن الاجواء اللي حصلت في المباراه بعد النجاح الكبير اللي بقوله غصب عن اي حد كان نجاح كبير، وما اقصدش غصب عن اي حد ان انا بقصد حد بعينه، ولكن كل الناس يا كابتن شوبير لاول مره الاقي اجماع على اداء في مباراه، سيبك من هي مباراه اهلي وزمالك. على اجماع اداء حكم. نعم. الراجل اتكلم معاك بكل عفويه واتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن شوبير بتدرس للناس بقى، اللي يعني ايه انا لما الكابتن شوبير يجي يتكلم في الكوره او في التدريب انا اقف كده استمع بكل انصاف لانه اعلم مني، لانه راجل متخصص. انا بتكلم كمان على المدربين يا كابتن شوبير. نعم. احنا ما نقدرش نتدخل في عمل اي حد اطلاقا لان ده عملهم، انما التحكيم في محاضره من اهم المحاضرات اللي بتدرس في العالم يا كابتن شوبير اللي هي ماتش مانجمنت اللي هي اداره المباراه. دي التحكيم بقى علم. الراجل لما بيتكلم معاك وبيقول ان احنا جت فتره لقينا بتوتر بعض اللاعبين بعد النتيجه ما زادت، فكان يجب ان احنا نعمل مانجمنت اداره ونحتوي هذه المواقف. ايه الغلط اللي قاله في هذا الكلام؟ هل النادي الاهلي كان ليه طرد ما اتحسبش؟ هل نادي الزمالك كان ليه طرد ما اتحسبش؟ هل ده كان ليه بنت ما اتحسبش؟ هل ده كان عليه انذار ما اتحسبش؟ لا كده كتير قوي، كده كتير قوي. ليه عاوزين نسرق فرحه ناس يا كابتن شوبير؟ ليه ما نعظمش دور الناس اللي بتنجح اللي بتجتهد والناس التانيه بننتقدها وبنقبل النقد لما الناس بتغلط؟ يا كابتن شوبير انا اول واحد وانت وبعمل معاك مداخلات وبقول في اخطاء وبنقر بالنقد البناء، لكن ليه عاوزين في مصر اي حاجه نعمل منها قضيه راي عام وبيانات ومش عارف ايه؟ لا 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 كده كتير. طيب. بصراحه يا كابتن شوبير بكلمك كشخص عادي مش كرئيس لجنه الحكام. طيب خليني اسالك في اربع نقاط مهمه اللي هم اثاروا الجدل يعني. وهقول لك حاجه كمان مهمه قبل ما تسال يا كابتن. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا اعيب على محمد عادل تحليله للحالات التحكيميه. ده نعم. اللي اخطا فيه ولازم احنا نقف واحنا بقى اول ناس احنا بنصلح من اخطاء. نعم. ده ما كانش من حقه، كان لازم يتكلم على اجواء المباراه عن شعوره وعن احاسيسه، لكن ما كانش يجب انه يحلل الحالات التحكيميه، وده من ضمن اخطائنا اللي يجب ان الحكام ما يتدخلوش. يعني هل ممكن تعاقبوا على التصريح ده؟ انا يعني نوعا ما هتكلم معاه لان ده ممنوع انه يعاقب على ده. وفي النهايه كابتن شوبير احنا بنعالج اخطائنا داخل الغرفه المغلقه. تمام. ما بنتكلمش على اخطاء الناس حتى الاخرين. ما بنتكلمش على اخطائهم او لما يغلطوا بنمسك اخطائهم ونحاول نقتلهم، لا، لان احنا بنحترم الاخر ويجب ان الاخر يحترمنا. طيب كابتن عصام، بس انا عايز اوضح حاجه بالنسبه لي انا شخصيا، ولو ان الناس مطلعاني بطل، بس انا مهنيتي واحترامي العملي بيستوجب ان انا بقول والله لا كنت بستدرج كابتن محمد عادل، والله ما كنت بساله بخبث على الاطلاق. يا كابتن عشان بس قصه بس. لا انا ما بقولكش انت كإنسان يا كابتن شوبير. انا بوجه، انا متاسف يا كابتن، انا بس بقول للساده المشاهدين، مش لحضرتك مش ليك انت، انا بقول حتى اللي مطلعني بطل انا لم اقصد على الاطلاق استدراجه ولم اقصد على الاطلاق. انا انت بتسالني يا كابتن شوبير وانا بجاوبك بكل امان. انا هسالك سؤال واحد بس يا كابتن شوبير، سيبك من، انا عارف انك راجل حيادي 100%. اسالك سؤال واحد بس. اتفضل. انت ما حسيتش ان الراجل بيتكلم بكل عفويه؟ طبعا 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 طبعا، عشان كده حتى ما رضيتش ارد. هل في يا كابتن شوبير واحد
يتكلم على نفسه بشكل وحش. لا لا مستحيل. لا لا مستحيل. لا 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 بالعكس. لكن الراجل كان بيتكلم بعفوية وبيتكلم وبشكل لا هو كان بيتكلم بفرحة انه ادار مباراة طيبة وانه ادار مباراة بشكل جيد وبيتكلم بطيبة شديدة جدا. عشان كده بقول لحضرتك انه اللي مطلعني بطل وشوبير الشاطر واللي استدرجه واللي خد منه بخبث لا كان فيها شطارة ولا كان فيها خبث ولا كان فيها على فكرة يا كابتن شوبير على فكرة يا كابتن شوبير والله العظيم محمد عادل عمل مباراة عظيمة جدا. تمام. عظيمة جدا. طيب. بآراء كل خبراء التحكيم في مصر وخارج مصر. طيب سؤال مهم قبل ما أسألك الأربع نقاط المهمين في تصريحات كابتن محمد عادل. هل اللي حصل ده ممكن يؤثر عليه في إدارته مستقبلا لمباراة للأهلي أو الزمالك؟ لا يا كابتن ولا مخلوق في مصر في وسط الرياضة يا كابتن شوبير يقدر يتدخل في عمل لجنة الحكام. نعم. بكل أمان زي إحنا ما بنحترم الجميع يا كابتن شوبير. بنحترم كل الناس. ما بنتدخلش في عمل اي حد. يا ريت الناس تساعدنا يا كابتن، احنا عاوزين نعمل موسم كويس. تمام. زي الاهلي والزمالك وكل الانديه عاوزه تعمل موسم كويس. طيب. الناس تساعدنا. اربع نقاط مهمه جدا ذكرها كابتن محمد عادل وهضيف عليهم نقطه خمسه وهبدا بالنقطه الخامسه. الاحتجاج او الاعتراض انه حضرتك قلت ان ضربه الجزاء احتسبت على شده حمدي فتحي لسيف الجزيري وانه الكابتن محمد عادل قال لي لا دي عرقله من علي معلول لسيف الجزيري، ده عمل نوع من انواع رد الفعل العنيف شويه. ولا رد فعل ولا شيء يا كابتن شوبير، هناك خطأين تموا في نفس الوقت. في عرقله من علي معلول وفي شد من التيشيرت. نعم. تمام يا كابتن شوبير. فهنا الخطأ موجود. لا تشكيك في قرار حد. نعم. وده اللي قاله معظم المحللين في معظم القنوات. طيب. اللي فيها محللين تحكيمين. طيب الحاجه الحكام كمان. طيب الحاجه الثانيه قصه الاحتواء، الناس فهمتها انه اللي عنده انذار مش هديله انذار ثاني وبالتالي المباراه تخرج بهدوء، اللي هو في النقطه الثانيه اللي هي ارضاء الطرفين. حتى انت كنت اكتر من ذكي يا كابتن شوبير. نعم. وبرقته بعد ما سالته هذا السؤال قلت له يعني لو في حد يتحقق انذار. نعم. مظبوط. او كارت احمر والفار يتدخل ولا لا؟ قال لك لا يتدخل وقراراته لازم تمشي ولو في حد يتحقق انذار او طرد. يعني اذا يعني شفت بقى. نعم. العفويه قد ايه؟ نعم. يعني انت سالت سؤال بقمه الذكاء وهو جاوب بعفويه بس جاوب الاجابه الصحيحه. نعم. طيب فمعرفش الناس سابت جزء وراحت لجزء اخر. طيب. هل احنا بنتصيد لبعض الاخطاء؟ طيب قصه الاحتواء يعني موضوع الاحتواء هو ده اللي عامل برضو نوع من انواع اللغط الشديد جدا انه الناس مفسراها بشكل انه هناك مجامله تمت. لو في مجامله تمت كلمه الاحتواء يا كابتن شوبير قد يقصد بها السيطره على المباراه. نعم. انه يحتوي كل من في المباراه عشان يقدر يسيطر على المباراه. حاجه اسمها ماتش مانجمنت ازاي يدير المباراه. ده حاجه في علم اهم محاضره في التحكيم هي دي. الناس تيجي تسمع معانا وتيجي تحضر معانا وتشوف ايه اللي بنقوله للحكام. زي كده ما في اداره من المدرب للاعبين اوقات ممكن لعيب يخرج على النص ازاي يتعامل معاه بانهي عقاب، هل بالود هل بالشده هل بالدبلوماسيه. ده علم يا ناس. طب انا هقول ايه؟ انا بتكلم بما يرضي الله يا كابتن شوبير. نعم. وانا عاوز اقف عند نقطه يا كابتن شوبير. اتفضل يا كابتن. فين الاخطاء اللي تمت في المباراه؟ كل واحد بيتصور انه ليه اخطاء معينه وده لم يحدث. ده لم يحدث. الله، ما هم بيجروا على المحللين التحكيميين لما يبقى في اخطاء للتحكيم. نعم. اشمعنى دلوقتي لما المحللين بيجمعوا كلهم بمختلف انا عجبني محلل كويس قوي يعني غير الكابتن احمد الشاوي السمير اللي حلله بشكل رائع. عجبني كابتن ناصر عبد الرؤوف في قناه الزمالك الكابتن شوبير. نعم. في قناه الزمالك اشاد بالتحكيم بشكل غير عادي. نعم. وده بيحلل في قناه الزمالك. نعم. والكابتن ناصر عباس في نفس القصه في قناه الاهلي. نعم. فاذا يعني الله يعني احنا دلوقتي بنسيب المحللين في 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 الحاجه الحلوه للتحكيم وبنروح لهم بس في الحاجه الوحشه. طيب. فده مش عدل الصراحه. قصه ارضاء لاعب الفريقين ما يرضي لاعب الفريقين، انا بقول لك بس النقاط الناس متوقفه عندها يا كابتن عصام او جمله يا كابتن شوبير. اعتقد يا ريت الناس العقلاء المحايدين يا كابتن شوبير، الناس المحايدين الناس اللي بيراعوا ربنا وبيراعوا ضمايرهم ومش الناس بقى الغير محايدين اللي عاوزين يولعوا الدنيا وعاوزين يظلموا ناس وعاوزين ياثروا على ناس. لا، الناس المحايدين يسمعوا المحادثه كامله اللي اتكلمها معاك محمد عادل. نعم.
ويا ريت يقولوا رايهم بكل حاجه. واعتقد ان هو حتى جاوب على كل اسئلتك بعفويه تامه. ده صحيح. وحتى كلمه الاحتواء بعدها ما فيش كام ثانيه شرح موضوع الاحتواء. يعني قال انا ما بحبش ان انا اوصل لبر الامان او كلمه بر الامان. ده قاله يعني. يعني جاوب اهو يا كابتن شوبير. يعني طيب. جاوب في نفس المدرب. طيب كلمه حان وقت الاداره الناس برضو فسرتها انه لا بقى خلاص مفيش انذارات مفيش فاولات في اتجاه ممتاز. معين. نعم ممتاز فضل. ممتاز. بص يعني ايه اداره المباراه؟ الحكم عشان بس الجمهور العادي اللي انا بشكره لانه اكتر ناس الحياديين بشكل كبير يا كابتن شوبير. نعم. وانا ماشي في الشارع مفيش زملكاوي او اهلاوي ما هنينيش على اداء. والله بقول لك بما يرضي الله. نعم. بعد المباراه وانا ماشي في الشارع مفيش اهلاوي او زملكاوي ما هنينيش على اداء الحكم. الموضوع يا كابتن الاداره يعني ايه؟ الحكم زي الدكتور يا كابتن شوبير لما يلاقي درجة حرارة المباراة بتعلى هو بيحاول يمتص ده. بيحاول لأن لو هو علي مع درجة حرارة المباراة خلاص هيبقى الأمور هتخرج عن السيطرة. هو ده اللي كان الراجل بيشرحه ازاي بيدير المباراة. بيقول لهم خلاص حان وقت الإدارة. حان ازاي نتصرف مع اللاعبين ان احنا ما يخرجوش عن السيطرة. المباراة ما تلتهبش. المباراة ما تبص. ده فن في فنون التحكيم. وازاي ازاي الحكم يقدر يعمل ده في الملعب يا كابتن عصام؟ اولا بشخصيته يا كابتن. نعم. شوبير. ثانيا باحتساب الاخطاء بدون تاثير. نعم. وده اللي حصل ان الله طب النتيجه 4-1 وحتى بركله جزاء للنادي الاهلي. صحيح صحيح. طب ما هو المفروض الاداره بقى ما يحسبهاش. نعم. احتواء. نعم. بقى ما يحسبهاش. الله الناس لازم بقى تكون يعني حياديه يا كابتن شوبير. طيب بلاش نهدم التحكيم المصري. طيب. احنا ديننا شهر من ساعه ما توليت اللجنه كابتن شوبير ما شفتش بيتي انا النهارده بس رايح كرئيس بعثه المنتخب مصر وراجع بعد يومين. طيب بعد ما طلب مني المهندس احمد رجعت رايح طيب لان عندي شغل في التحكيم. قصه الاسلحه ولو ان انا استدركت وسالته فجاوب لكن برضه قال لك السلاح فبرضه حضرتك توضحها بعد اذنك. يعني اوضح. بص يا كابتن شوبير حالات الطرد لازم يكون فيها استخدام قوه زايده او قوه مفرطه. هو لما اتكلم على الاسلحه يعني في جزئين في جسم اللاعب لو استخدمهم بيسببوا اصابه جامده جدا لما بيستخدمهم اللي هو المرفق اللي هو الكوع او ابزاز القدم اللي هو بطن القدم. نعم. لما بيكون بيستخدمهم بقوه وسرعه دول كارت احمر على طول. نعم. لما نيجي للقصه بتاع زيزو مع اعتقد السوليه عمرو السوليه كابتن عمرو السوليه لا يوجد قوه ولا سرعه ولا البوينت اوف كونتاكت نقطه الاحتكاك لا تمت بالقوه ولا تمت باستخدام باطن القدم ولا راحت في جزء حساس من جسم اللاعب. نعم. فاذا دي انذار مليون في المية ولا تلتقي اطلاقا للطرد واعتقد كل المحللين في مصر والعالم. طيب هم الناس دلوقتي. توقفت عند لعبتين. اللعبة الاولى لعبة افشة اظن كانت مع زيزو. اللعبة الثانية حمزة المسلوسي في ضربة الجزاء. حمزة المسلوسي كمان قالوا كان يستحق انذار تاني وبالتالي يستحق الطرد يعني. تمام يا كابتن شوبير. حمزة المسلوسي لما عمرو السوليه في اخر لحظه نجح في لعب الكوره. هو حمزه كان رايح يلعب الكوره 100% مظبوط بس في واحد سبق اللي سبق عمرو السوليه فلما الجسم رجله ارتفعت وراحت الى بطن عمرو السوليه فقدت كثير من القوه يا كابتن شوبير لان هو كمان حس انه فقد الكوره فهو نفسه حتى كمان قوه الركض قلت كثير فده قرار رائع قرار رائع ان لما نشوف محمد عادل كان فين وتقديره للخطا فين حكام كتير يا كابتن شوبير اللعبه دي ممكن ما يحسبهاش مظبوط نعم عارف ليه؟ نعم عارف ليه؟ لان ما عندوش سنس العالي للتحكيم. نعم. فاحنا لما الناس تجتهد لا كانت تستحق انذار هو ده السؤال لا تستحق انذار لا تستحق انذار طيب لان القوه ما كانتش حتى تصل الى القوه المتوسطه. طيب احد لاعبي الزمالك القدامى قال انه محمد عادل صفر على الكره دي بينالتي قبل ان يحدث تلامس ما بين المسلوسي وعمر السوليه ترد على ده تقول ايه يا كابتن؟ ده هو الوحيد في العالم اللي سمع ده هو الوحيد في العالم كابتن انت سمعت ده يا كابتن شوبير؟ ما انا بقول لحضرتك كل الـ يعني كل التساؤلات انا بس عاوز اقول لك حاجه يا كابتن في نهايه المداخله وانا يعني تعمدت ده اخش معاك انت يعني ربنا يخليك بشكرك يعني بجد والله لان بصراحه اللي بيحصل ده حرام لا حرام لما نجتهد يا كابتن شوبير والناس تتصيد اخطاء لا 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 كده 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 كتير كده كتير ستصمم في المباراه القادمه بين الاهلي والزمالك على
وجود حكم مصري؟ ان شاء الله يا كابتن شويق، طالما احنا بنجتهد يا كابتن شويق، وطالما الناس المحايدين بيقولوا ان هناك تطوير في التحكيم المصري، مستحيل هيكون التحكيم وحش ونقول نجيب حكام مصريين، صح ولا غلط؟ لكن التحكيم كويس، ليه اجيب حكم مصري؟ ليه اجيب حكم اجنبي؟ بشكرك يا كابتن عصام، شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. امانتي كانت تستوجب ان انا اعمل كده بمنتهى الوضوح. يعني اسهل حاجه انك تعيش في دور البطوله، وخلي بال حضراتكم ده انا طالع بطل العالم، يعني بطل ابطال العالم كمان، مش بطل العالم بس. لكن امانتي كانت تستدعي ان انا اعمل كده، لان انا فعلا من الصبح في حاله حزن شديد جدا انه تسببت في اذى لشخص تكلم بمنتهى حسن النيه. انا عجبني جدا استاذ حسن مستكاوي كتب كلام، يعني انه ممكن تكون حسن النيه لكن مش واجب كذا ومش واجب كذا، كلام شديد الاحترام من الاستاذ حسن المستكاوي يعني، وانا بقدر استاذ حسن المستكاوي لان احنا عشره عمر من زمان، وكتير من الناس محترمين يعني، ومش يعني مش غاضب من انه في ناس بتهاجم وناس بتنتقد، برضو دي كلها وجهات نظر ولهم مطلق الحريه، ما اقدرش ابدا احجر على راي حد، لكنه الامر كان معي انا شخصيا، وانا الحقيقه زي ما قال كابتن عصام عبد الفتاح، لانه بحاول بقدر الامكان ان اكون عند حسن ظن المشاهد والمستمع، فبحاول اعمل له خدمه خمس نجوم. فانا عارف ان الكابتن محمد عادل ما ظهرش مع اي حد، ويعني بجاهد انا وفريق الاعداد بان يعني من ساعه ما المباراه انتهت لحد المكالمه الهاتفيه امس، ان احنا نحاول نجيب الراجل عشان نسمع منه، او مش امبارح الصبح ولا كان امتى، او النهارده الصبح، اسف خلاص وصل الوقت بيعدي عندي يعني. فبتبقى مشكله بالنسبه لنا يعني، فلما بنجيب مصدر ويكون المصدر هو صاحب الموضوع، بيبقى بالنسبه لنا بشعر ان احنا حققنا حاله من النجاح. انا بذاكر اسئلتي، بذاكر ضيفي، وبقعد 3 4 ايام او 3 4 ساعات طبقا للموقف، يعني انه بحاول، او الحمد لله الخبرات اللي موجوده بتخلي الواحد بفضل الله بيعرف يسال، ومن الاجابه دايما بطلع سؤال طبيعتي كده، وحتى لو الضيف بيبقى صعب شويه بحاول افتح واجيب السؤال يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما اوصل لما يرضي الساده المشاهدين يعني. فبتمنى انه الحقيقه هذا الامر يتقفل عند هذا الحد. انا شخصيا على قناعه تامه انه كابتن محمد عادل وطاقم الحكام عمل مباراه ممتازه. الاخطاء اللي كانت موجوده اخطاء عاديه جدا، فاولات مش عارف ايه، اختلاف على ضربه الجزاء هنا اللي هي بتاعه الزمالك بالتحديد البعض اختلف فيها، لكنه هو معاه فار، والقصة كمان كانت واضحة، والكابتن عصام عبد الفتاح النقطة مهمة، وعلى فكرة قالها الكابتن محمد عادل معايا في المداخلة الهاتفية، انه الهدف الخامس للأهلي من ضربة جزاء، يعني هو لو الراجل مش عايز يحتسب ما هو مش هيحتسب. صحيح في فار ويراجعوا كل حاجة، وممكن يراجعوا، ممكن يقول لك لا، يعني لو بقى يعني قصة بالشكل ده. فهو الكابتن محمد عادل تكلم بمنتهى حسن النية، ما كانش عنده أي نوع من أنواع سوء النية الحقيقة، وأنا شايف انه يعني حالة من الظلم، يعني من المبالغه عشان اكون امين في هذا الامر يعني. طيب، كلنا او بعضنا او كتير مننا متذكر اللاعب عبد الحق نوري، لاعب اياكس السابق اللي كان حصل له يعني ازمه صحيه عنيفه جدا، ويعيش في غيبوبه منذ 8 يوليو 2017 لما سقط نخشي عليه، ومازال حتى هذه اللحظه في حالة شوية صعبة، لأنه 20 سنة يعني. أنا متابع الحالة دي لأن احنا كنا تواصلنا مع الوالد من قبل، ويعني كل فترة كده بنعرف منه القصة شكلها إيه، لكن يعود لنا من جديد والد اللاعب عبد الحق نوري عشان نسلمه أو نسأله عن آخر أخبار عبد الحق. ربنا يا رب يشفيه وعافيه، خصوصا بعد ما قرأنا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة أياكس وبين عائلة اللاعب. أستاذ محمد مساء الخير، وربنا يطمنك يا رب على عبد الحق. مساء النور، ازيك؟ بارك الله فيك أخي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، أنت دائما يعني مرة يعني تطمئن على عبد الحق والحالة دي الصحية، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. ده ابننا ولازم نطمن عليه، لكن حضرتك يعني يا ريت تطمنا عن آخر تطورات الحالة الصحية الآن. الحمد لله، يعني الحالة ديالو مستقرة شيئا ما، وفي تحسن مستمر يعني ببطء. نعم، الحمد لله، هذا كله فضل من عند ربي سبحانه، أحسن من كان في المستشفى. نعم، والآن في المنزل ديالو
يعني يتلقى الإسعافات كله في المنزل، ترويض كذلك، وكل ما يحتاج هو في المنزل عنده. هذا فضل من ربنا سبحانه، والحمد لله احنا نقابلوا بنفسنا، يعني انا كأب ديالو والام ديالو والاخوان ديالو كلهم يساعدوه في الحياه ديالو يعني اللي كيعيشها الان. نعم، على حسب الطريقه كي كنتعاملوا معاه. والحمد لله على كل حال. طب هل هو افاق من الغيبوبه او افاق بالنسبه هو جزئيه؟ هو من فتره. نعم. يعني الحمد لله افاق هذه مده من فتره، يعني من قبل. يعني كان فاق الحمد لله، ولكن الحمد لله في تحسن مستمر الان. يعني طلب الله تعالى يقف على رجله ويسمعوا كلامه ان شاء الله. طيب وفق ربي باش ينطق باش نسمعوا شيء باش يحس. طيب هذا اللي كان حته الادراك عنده، حته الوعي، حته انه شايفكوا انه بيحرك مثلا اصابعه. يعني حضرتك انا عايزك بس تطمن الناس، يعني تقول لهم احنا وصلنا لمرحله ايه يعني. نعم والحمد لله، يعني الان يعني ذهنيا بدا يتحسن شويه، يعني يعرفنا شكون احنا، من شكون، يعني اي حاجه تقولها له يفهمها بالضبط، ولكن طريقه باش يجاوبك على غير بالاشاره، العيون ديالو مثلا، العين ديالو بس. الاشاره بالعين بس. هذا كاش اللي كان الحمد لله. انا كنشوف ان شاء الله ربي غادي يفرحنا، يفرحكم يا رب. يفرح يا رب يا جميع الناس اللي كيدعيوا له بالشفاء يا رب، واللي مطلوب من الناس كلهم هما يدعيوا له بالشفاء، هذا هو اهم شيء. طيب سؤال، وبارك الله فيك اخي احمد. طيب معلش سؤالين اخرين معلش بعد اذن حضرتك. يعني الاطباء بيقولوا ان شاء الله انه الحاله هتتحسن ولو ببطء ان شاء الله، وعندنا امل كبير في الله انه بعد فتره يستعيد كل قوة. كله قريب عند ربي سبحانه. نعم، هذا يقين قوي مع ربي سبحانه، والحمد لله اللي كان امنوا بالقدر خيره وشره. وهذا امتحان ما عند ربنا، لازم خصك تجتهد في الدعاء وفي الصلاه. صحيح. وفي الصدقات، واش ربي خفف عليك هذا الابتلاء. نعم، هذا الشيء احنا كنحاربوا هذا الشيء، يعني بهذا الشيء. نعم، بعد احنا الحمد لله الدين ديالنا كيمس علينا باش نطلب الله في الدعاء في السجود ديالنا، ندعيو مع ابن ديالنا وندعيو مع جميع الناس اللي مراض كيما كان نوعهم، كندعيو معهم دائما في الخفاء يعني وفي الغياب، وكنطلبوا كذلك من ربي سبحانه يتقبل منا كل شيء اللي كنديروه على حسب الاستطاعه ديالنا في الصدقه وكذلك في اي حاجه. نعم، كنديروها باسمه، وربي سبحانه كيمتحننا في هذه الحياه، والحياه كلها بحد ذاتها كلها ابتلاء. نعم، ولا نعم. احد هنا لازم خصو ينتظر اي حاجه. نعم، ربي كيبتلينا في اموالنا في ابنائنا يا رب، في صحتنا، والحمد لله كل واحد وكيف. طيب استاذ يعني محمد، هل انتم راضون عن الاتفاق الاخير اللي توصلتوا ليه مع اداره نادي اياكس دون ذكر التفاصيل؟ ما اقدرش نجاوبك على شي حاجه، ما اقدرش نجاوبك على شي حاجه من خلال الصحه. انا كنت طلبت باش يسولني على صحه عبد الحق كما كتسولني، غادي نجاوبك عليها. لا اسال ابدا عن التفاصيل، بس انا بسال عن حاله الرضا اللي موجوده. ما اقدرش نجاوبك حتى على شي سؤال غير من غير صحه عبد الحق. نعم، يعني لو سمح لي اخي احمد. طبعا طبعا يعني طبعا 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 كثير على طبعا على راسي طبعا في القيمه ديالك كي كانت من زمان. لا طبعا في ميدان الكره وفي كله ما تقدرش هادشي اللي كان اخي احمد. انا اللي اقدر اقوله لك ان دعواتنا ودعوات الملايين من المصريين ومن عالمنا العربي ومن كل المشجعين لعبد الحق انه ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، وان يعود ان شاء الله مره اخرى كما تتمنى وكما يتمنى الجميع. استاذ امين محمد. اخي احمد ان شاء الله يبرا ويجي، كي كان يجي دائما يجي يزور بعض الاحيان شرم الشيخ، يجي هناك مع الاخوان ديالو يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك مرة. بشكرك وربنا يا رب يطمنكم عليه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد نوري والد اللاعب عبد الحق نوري، ابننا ولازم نطمن عليه ولازم نعرف اخباره ايه ولازم نعرف الدنيا معاه ماشيه ازاي. ربنا يطمننا عليه يا رب ان شاء الله. النهارده كان في تمرين لمنتخبنا الوطني، وكان في مؤتمر لكيروش. كيروش وقع او اتخبط على السلم حاجه كده يعني، فما حضرش المؤتمر. مؤتمر كان 5:15 والتمرين 5:30 والمؤتمر كله ربع ساعة، فحسب ما علمت يعني ما رضوش ان هم يأجلوا التمرين عشان يكون في ميعاده، وحضر المؤتمر بدلا منه كان روجر ديسا المساعد الجنوب افريقي لمستر كيروش.
راجل اتكلم على انه محتاج وقت، عايزين وقت شويه في المعسكرات، وان هم ما بيختاروش بناء على السن، هم بيختاروا بناء على الكفاءه، وان هم بيتابعوا المباريات حتى 3 مباريات في اليوم ممكن يحضروهم، ما عندهمش مشكله ابدا في هذا الامر يعني، وان هم مركزين، وانه ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم، وان مباراه انجولا رغم ان انجولا خرجت من المنافسه لكنها مباراه خارج الملعب، مباراه هتكون صعبه، لكن هم بيعملوا وبيلعبوا من اجل الفوز في كل المباريات. نتمنى يا رب كل التوفيق. منتخب ومنتخب بقى، نروح على منتخبنا الوطني للشباب اللي هيلعب مباراة الاولى بكره ان شاء الله مع المنتخب الليبي الشقيق في دوره شمال افريقيا بقياده كابتن محمود جابر، معاه 24 لعيب: احمد نادر السيد، محمد صلاح مسلم، وكريم احمد نبيل، عبد الرحمن صميده، يوسف بسطاوي، وعمر فايد، وعبد الرحمن رشدان، ومحمود دسيوني، محمد صلاح، ومحمد احمد، ورأفت خليل، طارق امين، واحمد حواش، واحمد رشدي، وعبد الرحمن احمد، واحمد عبد الواحد، وعبد الله صيام، واحمد عبد الحميد، ويوسف العزب، ومحمود الخطيب، بلال مظهر، احمد شريف، عمرو رضا، وفارس حاتم. زي ما قلت لكم اللي بيشارك مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، ودي الحقيقه من الدورات المهمه المحترمه جدا الواحد بيحبها، لانها كنا زمان بنبقى يعني بنشحت مباريات وديه، لكن دلوقتي لما يكون في دول وفي دوره مستمره لشمال افريقيا منتخبات من عيار المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر طبعا، اعتقد دي بتبقى حاجه محترمه وحاجه اعداد جيد، لان هذا المنتخب قريبا هتشوفوه ان شاء الله، وكان من حسن الحظ انه لعب في تصفيات او في نهائيات البطوله العربيه اللي استضافتها مصر هنا منذ شهور. يعني في حاجتين مهمين. الحاجة الأولى الحقيقة جات لي شكاوى من أندية كثيرة جدا بتقول لي: يا كابتن شوبير، إحنا الأندية اللي هي دون الدوري الممتاز، قالوا جالنا القرعة بتاعت كاس مصر. تعرفين إنه كاس مصر والدرجات الأدنى من الدوري الممتاز اللي بيديرها اتحاد الكورة، فاتحاد الكورة لما طلع اللائحة بتاعت الدوري دوريات الأقسام الأدنى وحط فيها الشروط، فقال لك إنه التغييرات 3. ماشي، خلاص، وجهة نظر، وما فيش الووتر بريك اللي بيحصل ده، ماشي، وجهه نظر، خلاص. فلما راحت لهم اللائحه بتاعت كاس مصر عمل لهم التغييرات 5. فانا الحقيقه هم لا هم فاهمين ولا انا فاهم هي القصه ايه، يعني الموضوع امر صعب شويه، يعني انه هنا التغيير 3 وهنا التغيير 5، ما انت اللي بتدير نفس المسابقه وهي دي نفس الفرق اللي في القسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع اذا كان لهم حق الاشتراك يعني، فالامر غريب فالناس مندهشه يعني. هما بيطالبوا ان التغييرات تبقى 5 في الدوري القسم الثاني على غرار كاس مصر وعلى غرار الدوري الممتاز، يعني مش لازم القصه بس تبقى مختلف عن رابطه الانديه يعني. فاتمنى ان طبعا احنا كل حاجه بنقولها اتحاد الكوره ولا حد يعني بياخد بده، بالعكس بيبقى العكس هو اللي بيحصل يعني، لكن هي صرخه من الانديه وانا حبيت انقلها واقولها على الهواء مباشره. حاجه ثانيه الحقيقه جات لي رساله من الكابتن جهاد جريشه، وانا برضو لما ظهر برامج اللي بتعمل مشاكل ولا انا مش عارف يعني، خلينا المهم يعني. كان الكابتن جهاد جريشه كتب انه حاجه غريبه ان جاله تكليف من الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي باداره مباراه في تصفيات كاس العالم، وقال انا اعلنت اعتزالي وكده يعني. لما سالت الكابتن عصام عبد الفتاح قال لي هذا الامر مستحيل، هذا الامر ممكن يكون ايميل فيك. فالكابتن جهاد يعني بعت لي قال لي انا لا اكذب، وانا عمري والله ما شككت فيك يا كابتن جهاد ولا في غيرك يعني الحقيقه يعني، او الواحد حتى يعني مش بلاش اقول عمري، يمكن الواحد مر بمراحل في الاعلام يعني لحد ما ربنا اكرمنا وصلنا الى درجه من النضج يعني. فبالعكس انا ما كدبتكش، انا بس سالت الراجل المسؤول، وحتى الكابتن عصام في اخر كلامه قال لي جايز يكون في خطا حصل يعني، فكل الاحترام للكابتن جهاد جريشه ولا يمكن ان اشكك في روايته على الاطلاق. وغالبا الحكم اذا كان هناك خطاب كنق او ايميل وصل بالفعل للكابتن جهاد جريشه اعتقد انه هذا الامر تغير تماما يعني. نادي وادي دجله للكره النسائيه بصرف النظر بقى يفوز او يخسر، بس انا الحقيقه في حدث بيحصل في مصر محدش واخد باله منه. أول بطولة إفريقية للسيدات للأندية بتنظم في مصر، يا رب ما كنتش غلطان. كسب أول مباراة وخسر تاني مباراة أمام بطل غينيا الاستوائية 3-0 نادي مالابو كينجز، يعني الملوك بتوع مالابو يعني،
وهو في المركز الثاني دلوقتي عن وادي دجلة، بقى الموقف عنده صعب شوية، لكنه البطولة شغالة ومعمولة بشكل كويس قوي، معمولة بشكل محترم جدا، وانا بحيي وادي دجلة على هذه الخطوة لانها مهمة جدا جدا. دجلة كسب مباراة، قد يخسر المباراة القادمة وقد يغادر البطولة، كل شيء وارد يعني، لكنه يعني خطوة او القاء حجر في الماء الراكد. هتقولي ما انت بتهاجم منتخب البنات على الخسارات، هنا المنتخب لازم انتقد، لانه احنا ما عندناش فرصة انك يعني تبقى داخل في المنافسة دلوقتي وتبقى النتائج قاسية، عشان كده خسرنا من تونس هنا 6، وخسرنا من الاردن هنا 5 في البطولة العربية، وتونس في تصفيات افريقيا، ورجعنا خسرنا من تونس هناك تاني. عشان كده كنت اقول بس انه نكون منتخب، وعندنا اولاد صغيرين، لما خسروا الصغيرين بالعكس قلت ما فيش مشكلة ان هم يخسروا، لانه دول هيجوا بكرة يعني، لكن قصة انه برمي كده اولاد في النار او بنات في النار، ده امر بالنسبة لي انا شايف انه محتاج شوية انه نعيد النظر فيه. النتائج بالكامل، وادي دجلة كسب قاسم مندي المالي 3-1، وملابو كان خسر من بطل غانا 3-1 سكوندي هاسكاس، وادي دجلة خسر من ملابو 3-0، وسكوندي كسب قاسم مندي 3-0. المجموعة الثانية فيها كوينز بطل كينيا خسر من ماموريدي سان داونز 1-0، والجيش الملكي المغربي فاز 3-0 على ريفرز انجل من نيجيريا. شايف انه ما شاء الله الدنيا حلوة يعني، الشكل حلو، هما مجموعتين، كل مجموعة بتضم 4 فرق، الاول والتاني والاول والتاني ثم السيمي فاينل والفاينل، هي خطوة على الطريق. وبشكر مرة تانية وتالتة ورابعة نادي وادي دجلة على هذا الامر يعني. النهاردة وقع تشافي عقود تدريب نادي برشلونة. انا الحقيقة للامانة كنت متوقع انه ما يدربش السنة دي لظروف برشلونة، لظروف نجاحاته مع نادي السد القطري، لحاجات كتيرة جدا، وكيف يعامل هناك الحقيقة مع نادي السد. لكن احيانا زي ما عندنا برضو، احنا عندنا عاطفة، هم كمان عندهم عاطفة يعني، فعاطفته تغلبت. وكان في مؤتمر صحفي النهاردة اتفرجت عليه بالكامل الحقيقة، هو عنده حالة من التحدي، وحتى كان سعيد جدا والناس بتشبهه بجوارديولا الافضل مدرب في العالم، ان يتم يعني مقارنتي بيه، ده شرف كبير جدا ليا، وعنده امال كبيرة جدا. لكن هو عنده سوء حظ، لانه جاي في وقت ميسي مشي، جاي في وقت انه ديمبلي مصاب على طول، جاي في وقت النتائج متواضعة للغاية، انسو فاتي كمان اتصاب، هيغيب اكتر من شهر، من حسن الحظ ان في توقف دولي، فبالتالي فرص نجاحه مش عالية قوي. لكن النادي ماضي معاه لحد 2024، والسنة دي ممكن تكون سنة استكشاف الأخطاء والبناء والتعاقد مع لاعبين جدد على أمل العودة من جديد للانتصارات والبطولات. النهاردة كمان المتهمين 7 في وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا وقفوا أمام القضاء في بيونس آيرس للتحقيق معاهم، منهم دكتور الأعصاب والطبيبة النفسية والخبير النفسي، الطبيبة المشرفة على الرعاية المنزلية، ومنسق الممرضين والممرضين نفسهم. وهي النيابة كانت أمرت بالتحقيق عشان تعرف دورهم في وفاة مارادونا والتحقق من سوابقهم الجنائية. انت عارفين ان مارادونا مات عن عمر 60 سنة، كان عنده أزمات صحية كثيرة جدا جدا، هو كانت حياته مكعبلة يعني، حياة مارادونا كلها على بعضها كانت مكعبلة بشكل غير عادي يعني، وهي الحياة كانت خدته، رغم انه الحياة اخواننا في الامارات احتضنوه جدا جدا، لكنه يعني هذا امر الله، ونتمنى ان التحقيقات في النهاية تبين لنا ما هو المنتظر يعني. خلينا نرحب عبر زوم بواحد او تليفون، مجاز زوم عبر التليفون، بواحد من النجوم اللي بتعشقه جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وبصفة خاصة جماهير النادي الاهلي. جيلبرتو، مساء الخير يا جيلبرتو. شرف ليا ان اكون مع حضرتك النهارده. طب انا بس بعد اذنكم عايزين نسمع صوت جيلبرتو، وبعدين الترجمه تيجي متاخره ولو لحظه بس عشان الناس تعرف ان جيلبرتو معانا، اكون شاكر ليكو. اخبارك ايه؟ طمنا عليك يا جيلبرتو. Uma habitué, não é? Quando é assim é,
أنا مبسوط جدا أن بتكلم معاك ومبسوط جدا أن عندي فرصة أن أتكلم مع الشعب المصري معاكم في البرنامج النهاردة. جيلبرتو الناس كلها كانت مستنية أنك يعني تبقى موجود في الملعب كمدرب أو كإدارة لكن مش شايفينك وأنت فين؟ في اللحظة الحالية أنا مدير كرة في بيترو لواندا. طيب هل حصل أي تواصل بينك وبين إدارة النادي الأهلي؟ أنت من المقربين لجماهير النادي الأهلي ولا إدارة النادي الأهلي؟ هل حصل أي نوع من أي تواصل تكون سفير للأهلي في أفريقيا يكون لك دور في تعاقدات أو في أي شيء داخل النادي الأهلي؟ أنا متاح لأي دعوة. أنا لعبت فترة كبيرة في الأهلي وفي تواصل قوي بيني وبين النادي. ولو النادي الأهلي شاف في المستقبل القريب أن أقدر أساعد بأي صورة أنا دايما متاح لخدمة النادي لأن في علاقة قوية بين جيلبرتو والأهلي. ولو حصل في أي وقت هيكون توافق ممتاز بيننا وبين بعض لأن في علاقة جيدة بيننا. هل أنت زعلان أن الأهلي لم يستعين بك حتى هذه اللحظة رغم العلاقة الطيبة جدا بينك وبينهم؟ لا أنا مش حزين. أنا شايف أن النادي عمل إدارة المناسبة بأكبر صورة اللي هو الفترة الحالية. وأنا شايف أن النادي هيشوف لو في أي فترة محتاج لجيلبرتو ومحتاج أن أقدر أساهم بأي صورة زي ما ساهمت في حياتي كلاعب مع نادي الأهلي. لأن أنا بمعلوماتي اللي على مستوى العالمي اللاعبين اللي بيقدموا مساهمة في الأندية بياخدوا مساهمة بصورة أخرى بعد الاعتزال. فأنا شايف إن بعلاقتي مع النادي الأهلي والفترة اللي مضيتها معهم والبطولات اللي كسبناها مع بعض فأنا حابب طبعا إن أشارك بمساهمة بصورة أخرى مع النادي. أنا شايف إن عندي الإمكانيات اللي أقدر أضيف بيها للنادي. بالمناسبة يعني مباراة مصر وأنجولا، مصر فازت في لقاء الذهاب 1-0 ثم مباراة العودة لكن أنجولا خيبت الأمال وخرجت من التصفيات. شايف المباراة عاملة إزاي وما سبب هذا الخروج المبكر للمنتخب الأنجولي رغم إنه يعني بيضم عدد من اللاعبين الجيدين؟ أنا شايف المسألة التنظيم، في افتقاد للتنظيم، في لاعبين ما كانوش متاحين لأنهم يكونوا في القائمة الأساسية للمنتخب. أنا شايف أن سوء تنظيم على مستوى الكيان الإداري. هدي مثل مصر كسبت أنجولا 1-0 لكن بعد المباراة اضطرت أنها تعمل تغيير فني في المنتخب المصري. كان الكابتن حسام بدري هو المدرب المنتخب فتم فسخ عقد الكابتن حسام والتعاقد مع الكابتن كارلوس كيروش. ده يظهر ان مصر قد ايه فعلا مهتمة بالبطولة ودخول كابتن كارلوس كيروش الامور توازنت اكتر واستقرت اكتر العكس بالنسبة لانجولا. ما كانش في ضغط على المنتخب زي ما كان في مصر ليها وضع كبير في كرة القدم الأفريقية
تشتغل في هذا الاتجاه، ومن ناحية تانية أنغولا عندها صعوبات. المدرب عمل شغل شيق وجيد مع المنتخب، لكن محتاج مساندة ومتابعة من عناصر المنتخب الاتحاد. وده أثر على أداء منتخبنا. أنا شايف أن مصر عندها دافع أكبر، وأن أنغولا ما عندهاش الدافع. مصر محتاجة لثلاث نقاط. نعم، بمناسبة مصر محتاجة لثلاث نقاط، جلبرتو شايف أن المباراة محسومة لمصر، ولا ممكن منتخب الأنغولي يكون منافس عنيد في هذا اللقاء؟ أنا ما أعتقدش أن المباراة هتكون سهلة، لأن هيكون أنغولا عندها كلمة تقولها، لأنها تلعب على أرضها وإحنا عايزين نفوز عشان كمان ننمي كرة قدم عندنا. فمعظم اللاعبين اللي موجودين محترفين خارج الأنغولا ما تمش دعوتهم للقائمة الأساسية، فده صعب المباراة على المنتخب أكتر، على المنتخب المصري أكتر، لأن في لاعبين عايزين يظهروا أنهم عندهم الإمكانية أن يكونوا في المنتخب الأنغولي لاعبين. جلبرتو، شفت إزاي ماتش الأهلي والزمالك الأخير وفوز النادي الأهلي، إذا كنت تابعت اللقاء؟ أنا ما تابعتش المباراة، لكن عرفت النتيجة وعرفت أن الأهلي كسب 5-3، وكنت مبسوط جدا، لأن ده أظهر أن النادي الأهلي لسه عنده كلمته في وتواجده في الدوري، وأتمنى أن يكمل على نفس الأداء، لأن الأهلي نادي فريق ونادي وفريق أقوياء، وحاجة كويسة انه يكسب في بداية الدوري، وخصوصا قصاد الغريم والتقليدي الزمالك. عدم الفوز بالدوري الموسم السابق ترك زي اثر غير جيد عند الجماهير، لكن بداية الجيدة للدوري بتتخطى اللي حصل في الدوري السابق، ولكن انا شايف ان النادي الاهلي هيبقى قوي في المنافسه الموسم ده. جيلبرتو نجم الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معنا اليوم. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين، بعد الفاصل نجمنا الكابتن ايهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز وحوار من القلب. يبدو بيراميدز أحد المرشحين للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بعد البداية الرائعة للفريق تحت قيادة مديره الفني المتميز إيهاب جلال، الذي قاد الفريق لحصد العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى على حساب المقاصة وفاركو والاتحاد، وحل ثانيا في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي. التألق في الدوري كان امتداداً للبداية الممتازة لبيراميدز مع مدربه الأنيق منذ توليه المسؤولية في 11 من سبتمبر الماضي، وذلك خلفاً لليوناني تاكيس غوناس، حيث تأهل لربع نهائي كأس مصر على حساب سموحة، ثم تخطى عزام يونايتد التنزاني في مستهل مشواره بكأس الكونفدرالية. نتائج الفريق تحت قيادة جلال ضاعفت من طموح الإدارة واللاعبين في التتويج ببطولة هذا الموسم، بعد أن فرض الفريق نفسه كأحد القوى الكبرى في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة بحلوله ثالثا ببطولة الدوري في المواسم الثلاثة الماضية، وتأهله لنهائي كأس مصر 2019 وكأس الكونفدرالية 2020.
تجربة بيراميدز تعد السابعة لجلال في الدوري الممتاز بعد أن سبق له قيادة أندية تليفونات بني سويف والمقاصة وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي، وحقق نتائج وضعته ضمن صفوة المدربين في مصر، كان أبرزها فوزه بالمركز الثاني بالدوري مع المقاصة موسم 2016-2017. عن طموحه مع بيراميدز وفرص الفريق في المنافسة محليا وقاريا، ماذا عن صفقات يناير ورأيه في اختيارات كيروش لقائمة الفراعنة لمواجهتي أنغولا والجابون في تصفيات كأس العالم، وكواليس رفضه قيادة المنتخب بعد أن كان مرشحا بقوة لخلافة المكسيكي خافيير أغييري. إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز يجيب على هذه التساؤلات وغيرها خلال حواره مع شوبير في ملعب أون تايم. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمستمعين، منورني ومشرفني صديقي العزيز والمدرب القدير كابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز. مساء الفل ومنورنا كابتن إيهاب. ربنا يكرمك يا كابتن، وطبعا تحية كبيرة دي وتحياتي ليك شخصيا والجمهور كله. بستمتع انك بتكون موجود معايا، وبعتقد انه بقى من الحوارات المهمة ليا لانه انت نادر الظهور، وبالتالي الكلام منك بيبقى هام جدا، خاصة اننا بنتكلم في القضايا كلها، واعتقد انك هتفتح قلبك معانا النهاردة. ربنا يسهلك ان شاء الله. كابتن إيهاب، هبعد شوية عن بيراميدز وعن الدوري المصري، وهقول لك اللي كانت المعلومات اللي عندي، ولازم تجاوبني بقى المرة دي، لانه انا كنت على تواصل شديد مع الاستاذ عمرو الجناني واللجنة الفاضلة بتاعته، وهم أبلغوني أنه إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر وأن الأمور كلها تمام، فضلنا حاجات صغيرة كده بنخلصها، ثم فجأة الأمر تغير 180 درجة. من ساعتها حضرتك ما اتكلمتش، آن الأوان تقول لنا إيه اللي حصل. لا أنا مش عاوز يعني طبعا أستاذ عمرو وكابتن محمد فضل وكابتن أحمد عبد الله ودكتور جمال محمد علي يعني عملوا مجهود كبير جدا، واحنا تقريبا اتفقنا على كل حاجة، كل حاجة بما فيها الماتشات الودية، وحددنا بعض الفرق، وقعدنا الكلام ده 4 شهور تقريبا يعني من ساعة ما ابتدى الكلام، وبس بقى يعني ما حصلش نصيب في الآخر. لا ما اتفقنا وظبطت واربع شهور يبقى كل حاجة خلصت. ما ايه اللي جد، ايه اللي حصل في اللحظات الاخيرة يعني؟ لا هو الكلام من الاول، واللي انا يعني برضو رفضته من الاول، ان هيبقى فيه يعني الجهاز هيبقى فيه توازن شوية، فانا قلت لا يعني محمد ومصطفى هيبقوا موجودين وبعدين نشوف. توازن إيه اهلي وزمالك ولا توازن ايه؟ غالبا يعني حاجه زي كده، لكن ما كانش برضو في اصرار كبير غير على مكان واحد يعني اللي هو حراسه المرمى. فانا برضو كان راضي عشان برضو يعني مدربين حراس المرمى اللي موجودين الكبار يفهموا ان انا الموضوع مش شخصي، ومش ان هو مين احسن من مين، هي الموضوع ان احنا جهاز بنشتغل مع بعض، وانا عندي ثقه في الناس وفي طريقه شغلهم، وانا اللي هتحاسب في الاخر. فكنت مصر على الكلام ده واتوافق عليه يعني. يعني ورحت الاستاذ عمرو، عملنا اجتماع انا وهو وفضل وكابتن فضل وكابتن احمد عبد الله، قعدنا ساعتين في البيت عنده. هو راجل جميل قوي، وحاولوا معاه شويه يعني في حراسه المرمى لاسباب بقى طبعا انا مش عاوز اقول تفاصيل، لكن في الاول والاخر هم كانوا بأدب شديد وبوجهة نظر برضو يعني في الأول والآخر، مش عشان برضو أهلي وزمالك، عشان في فرصة ممكن تيجي لحد ما تجيلوش تاني. كان كابتن أيمن طه. وأيمن أصلا يعني مدرب كبير وهو صديق شخصي من زمان. لكن ما كانتش عملية شخصية، كانت عملية إن أنا معايا وأنا كنت برضو ما قلتش انا اجيب 10، لكن انا هختار التانيين يعني. كان محمد شاوي صوره، عماد متعب، كان في
في حاجات عاوزين نعمل. ملعب كان مدير للمنتخب. هو انا كنت عاوزه يبقى مدرب وكان وبعد كده يبقى بعد كده اتفقنا انه يبقى مدير المنتخب. ومحمد شوقي من طاقم المعاول. كنت موافق جدا على الاثنين. انا اللي اخترت انا اللي اخترتهم. فهم طبعا فوجوا بالاختيارات فموافقين عليهم، ما عندهمش مشاكل فيهم لان دول طبعا محمد شوقي لعب معايا في المصري. ناس يمكن ما تعرفش يعني في صعوده كلاعب ناشئ كنت انا بلعب لسه في المصري، وهو من باين من يوم ان هو هيبقى لعيب كبير وان شاء الله يبقى مدرب كبير. وما كانش فيه مشاكل خالص يعني مشاكل من لكن كانت محاولات برضو هم كان عليهم بعض الضغوط غالبا في ان يجي بعض الناس يعني مش عشان الناس معينه لكن عشان برضو من وجهه نظرهم ان ده توازن. انا اقول لحضرتك حاجه برضو انا مقتنع بيها شويه، الكوره اختلفت جدا من السنين اللي كنا احنا بنلعب بيها حتى او قريب عن دلوقتي في حاجات كتيره، الكوره نفسها في الملعب وفي نفس الوقت بره الملعب. فانا ما كنتش قابل الكلام ده. واتفقنا خلاص واتفقنا حد يعني اتفقنا على الماتشات كنا نلعب حاجه من فنزويلا او الجزائر او فرقه ثالثه مالي او حاجه كده، لان كانت انا ما كنتش اعرف الكلام ده انك ممكن لو اتعادلت مع فرقه احسن منك في الترتيب ممكن يبقى احسن بكتير من انك تكسب فرقه صغيره. فقلنا عاوزين نعدل يعني شكلنا في التصنيف يبقى عشان بعد كده ينفعنا في البطولات يعني. فكانت كل حاجه خلصت. وبعدين انا عندي عيوب في شخصيتي شويه ان انا ممكن اكون بتعامل مع بني ادمين وبعدين اعرف ان انا ممكن ما اعرفش اتعامل بعد كده بهذا المنطق، ان في الاول والاخر انا اتفقنا ورحت للدكتور اشرف الوزير طبعا وخلصنا كل حاجه وانا قلت له كلمتين ثلاثه منهم ان انا يعني عنديش مشكله اصلا مع حد يعني انا ما بختارش بالعكس يعني كابتن ايمن طاهر ده اخويا يعني من زمان ومدرب كبير وما كانش هو يعني برضو في بعض الاوقات اتطرح برضو ده اللي انا فهمت بقى ان بيجي لهم حد مثلا يطرح اسمه كده ان هم برضو مش مستقرين على يعني ما فيش شكل واضح يقنعك بيه يعني. فاتفقنا على كل حاجه وخلصت العمليه وتاني يوم هيكلموا النادي المصري وانا في التمرين كل ده طبعا نادي مصر كلها كانت عرفت لكن في الاول والاخر انا ملتزم جدا مع النادي المصري. كان معايا الحاج محمد الخولي نائب رئيس النادي بعد التدريب يوميا وكان في ناس صحفيين كلموا مصطفى واحمد باركولهم خلاص والمجلس اجتمع وقال الجهاز كله وكده. وبعدين لقيت حد بيكلمني وانا مع الناس فقلت له يا كابتن طب ايه هرد عليك كمان شويه بيقول لي طب هنجيب فلان ونخلي مش عارف ايه فقمت قافل وقمت قررت ان انا مش هروح وبلغتهم بقى ان انا مش هروح حاولوا معايا بقى ان انا طب تعالى وبعدين كلمه الاخيره كانت من محمد فضل محمد انا عاوز اشكره لان ده يعني انا بقول مش هقدر اديله حقه في اي حاجه لان هو غير انه لعيب كبير بني ادم كبير وانا اتمنى ان هو يبقى يعني في وقت من الاوقات شغالين مع بعض لانه عامل مجهود كبير وانا بقول له انا على الهوا يعني ما تزعلش لكن كان عندي بعض الحاجات اللي بالنسبه لشخصيتي انا ممكن ما تنفعش مع الوقت ده وانا يعني انا عندي حاجه مهمه جدا او شايف انها مهمه ان قدر ربنا ده هيمشي فيمشي واحنا محترمين اهم من ما تسعى لحاجه. بس مش غريبه يعني راجل بتجيله فرصه تدريب منتخب مصر ومرحله جديده وناس بتقدرك وبتحبك وبتثق فيك وانه الخلاف بسيط يعني طبعا مصطفى كمان انت عارف ده ابني اللي انا يعني طب زميلي طب سنوات طويله وبحبه قد ايه او اخويا الصغير بلاش ابني يعني وترفض تدريب او تعتذر عن تدريب المنتخب عشان حته مدرب حراس ثم مع كل الاحترام والتقدير للمقاصه تتجه لتدريب نادي مثلا مش الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز. المقاصه انا عارف لك قصه عشق وكفاح معاها يعني بالتاكيد انا يعني المقاصه يعني اللي هو محمد وكابتن وليد واللي هو محمد عبد السلام ده يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا وكان المقاصه في موقف سيء فما كنتش هقدر يعني اعمل اي حاجه غير ان انا اروح وخصوصا ان اللواء محمد كان موجود ودي حاجه يعني بالنسبه لي كانت مهمه جدا. لكن هو بالنسبه للمنتخب انا كنت شايف ان هو لو ربنا رايد في يوم من الايام ان انا امسك المنتخب همسكه. انا قلت مع حضرتك قبل كده بس من سنين شويه ان
ان ممكن يجي منتخب مصر، حتى حضرتك برضو ممكن تكون استغربت ساعتها، بقول ان هو منتخب مصر ده مكان واحد مظبوط، في مدربين كتير كويسين، لكن انا مش هقدر اسعى للمكان بطريقه مش مناسبه، لان في الاول والاخر مش هقدر، التوفيق ده انا مش هقدر اجيبه لنفسي. نعم، ده التوفيق ده من عند ربنا. وانا عاوز برضو اقول حاجه ما اعرفش حضرتك تسالني عليها ولا لا، انا كنت اتمنى ان كابتن حسام البدري يكمل، لان طبعا ما يجبش ان هو يمشي في الوقت ده بالطريقه دي، الناس هو يتحمل مسؤوليه ماتشين ليبيا وكان هيكسب غالبا. وبعدين بعد كده تقايم بقى اول ما يصعد كاس عالم تشوف هو ايه الوضع، لكن هو مدرب كبير وما اعتقدش ان اي حد كان هيمسك المنتخب في الماتشات دي هيخسر من ليبيا يعني. فانا بقول هي نفس الفكره، وكابتن حسام مسك فتره صغيره كنت ممكن تحصل معايا انا، وفي نفس الوقت بعد كده الناس تشوف انها عاوزه مدرب مختلف. فده قدر ربنا اللي انا بقول عليه، ان هو في الاول والاخر انا عاوز اروح حته واستمر وننجح، بس ده مش في يعني مش في ايدينا. لكن هو انا كنت سعيد جدا، وفي نفس الوقت يعني اعتذرت باحترام، والناس كانوا محترمين جدا يعني، استاذ عمرو وفضل انا بقول له يعني انت عملت مجهود كبير وانت تستاهل تبقى في مكان كبير. لكن لو ربنا رد لنا ان شاء الله نبقى في منتخب مصر نساعد بلدنا دي هنبقى موجودين، لكن احنا ما هو هنساعد كل حد يبقى موجود حتى لو احنا مش موجودين يعني. طيب عشان اخلص الماضي كله، تظل تجربة الزمالك بالنسبة لإيهاب جلال لغز، يعني كنت بتدرب وكنت ماشي كويس مع إنبي والدنيا كانت ماشية 100 فل و14، ويمكن حصل حوار بيني وبينك ودايما بحكيه يعني، لكنك فضلت إنك تخوض تجربة نادي الزمالك، تقريبا التجربة الوحيدة اللي ما حصلش فيها توفيق يعني، رغم الحقيقة عشان برضو نكون أمنا يعني، إنه إدارة الزمالك السابقة تمسكت بيك ويعني عملت حاجات كتيره جدا عشان تبقى مدرب نادي الزمالك، اذا الاداره كانت عايزاك، وحسب ما قيل ان هم حاولوا يوفروا كل الاجواء بالنسبه لإيهاب جلال. برايك هذه التجربه القصيره وسر عدم نجاح جلال ودي من الحاجات النادره فيها كان ايه؟ انا هرد على حاجتين او هحكي حكايتين. الحكايه الاولانيه ان انا نادي الزمالك اتعرض عليا 3-4 مرات، منهم مرتين وانا في المقصه فما قدرتش امشي الا مقصه يوافقوا، مقصه ما وافقش ساعتها اللي هو محمد. وفي مره كانت مهمه جدا ترد بقى على الاسئله اللي بعد كده، ان انا كنت ما عنديش يعني كنت بعد المقصه وما كنتش لسه رحت ام بي اصلا، والمقصه كلمونا وقلت لهم الزمالك كلمونا قلت لهم يجوا لي البيت، مش هقدر اتقابل مع حد من الزمالك وبعدين ما يفشل الـ 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 الاتفاق فهيبان يعني الناس هتعرف ان احنا نعم. وفعلا ناس جولي لكن وجولي بعد كده عند تامر في المكتب، لكن ما اتفقناش، وانا ما كانش عندي نادي. ما كانش عندك النادي؟ ما كانش عندي نادي يعني، ما كنتش ام بي اصلا. كنت فاضي. فلو انا عاوز اروح وخلاص كنت رحت ايامين. نعم. الثانيه بقى وانا في ام بي، رحت ام بي بعد كده، ناس جمال في ام بي كلهم جدا يعني حاجه جميله، وحتى الناس كانت قلقانه شويه مني ومع كابتن عبد الناصر وكده، وراجل جميل وانا شايف ان هو من اهم مديرين الكوره في مصر، عبد الناصر محمد. طبعا. نعم. طبعا. جينا اللي خلاني امشي من ام بي ملوش دعوه بالزمالك اصلا. ليه دعوه بان حصل مشكله في العقد ولقيت ان في العقد متغير فيه حاجه. انا عندي بقى مشكله في دي اللي انا بقول لحضرتك عليها. انا اتفقت على حاجه فانا باخد من حضرتك العقد وبمضي عليه، وكان عقد صفحتين يعني عقد ام بي الوحيد اللي ما كانش فيه حاجات كتيره، لان انا بكتب في العقد حاجات كتيره، فلقيت حاجه متغيره فقلت لتامر، وبعدين راح لكابتن عبد الناصر قال له ده خطا من الحسابات وكده وبتاع، طب هنغير ايه؟ نغير البند ده، طب هيبقى كده خلاص، وانا شغال اصلا وكسبانين 4-5 ماتشات. مظبوط. فبعدين رحت عملوا عقد قمت ماضي عليه من غير برضه، لقيته متغير حاجه تانية بقى في فلوس. ده اللي خدت قرار ساعتها ان انا همشي. جالي بقى رئيس النادي كان راجل جميل، كان نائب رئيس الشركه، وجالي كابتن عبد الناصر الملعب واحنا هنعمل الحاجات دي، بس كان في انتخابات ساعتها. طب فانا كنت واخد القرار ان انا الوقت بعديها بشويه على طول جه انا كنت همشي. بس احنا
لعبنا الاهلي بعديها واتغلبنا. قلت لا ممشيش وانا خسران ممشيش ولا خسر. فربنا كرمنا في 4-5 ماتشات تانيين فبقينا الرابع بقينا 28 نقطه زينا زي الزمالك. واحنا كنا نقطتين او حاجه زي كده او اربعه مش فاكر. ف وانا واخد القرار ان انا همشي كده كده. نعم. فجه الزمالك بقى في الوقت ده حتى احنا فاكر ان احنا واحنا راجعين من طنطا كان اخر ماتش طنطا وبرده المقص كان اخر ماتش طنطا في طنطا. سبحان الله. كسبنا 1-0 وبقينا الرابع. احنا والزمالك نفس النقط بالظبط 28 نقطه كان ساعتها. وخدت قرار ان انا همشي. حتى تامر حاول معايا يعني بتقول هروح يعني همشي وهدفع شرط جزائي وهمشي وبلغت مجلس اداره ورحت اللعيبه يعني رحت النادي بعديها وكلمتهم وكانت لعيبه من اذكى اللعيبه اللي انا اتعاملت معاها لعيبه في لعيبه انبي في الوقت ده لانهم يعني اشتغلوا بسهوله جدا في وقت قليل وده اللي حصل اللي خلاني اروح الزمالك. موضوع الزمالك بقى نفسه ايوه رحت لقيت الفرقه طبعا كان عندها بعض مشاكل في الاول جابوا كابتن طارق بطوله عربيه ونبوشه وبعدين قام ماشي نبوشه بطارق مسك شويه فما كانوش عاملين فتره اعدام ما كانوش لانه لعبوا البطوله العربيه في وقت وجابوا لعيبه كتير من بره كانت بقى. يعني انا رحت لقيت لعيبه كتير من بره بغض النظر عن الاختيارات فيهم لعيبه كويسه جدا لكن نادي كان يعني ايه عنده بعض المشاكل بين اللعيبه واختياراتها. ربنا كرمنا بعد ماتشين كسبنا 8 ماتشات ولعبنا اداء جيد جدا يعني انا يمكن راضي عن الفتره دي مش زعلان من فتره الزمالك من الاداء ده. هو ماتش افريقيا حصل فيه عدم توفيق خرجنا وكنا يعني كسبانين واخر كام دقيقه جول يعني حتى من هجمه وحيده وده اللي عمل دروب شويه بقى في العلاقه بين ان بعض الناس اللي كانت بتيجي تتفرج وبعديها ماتشين مشيت او ثلاثه يعني ما قعدتش كتير بس لكن انا مش شايف ان موضوع الزمالك كان فيه مشاكل وانا ما بحبش ادي اعذار يعني في الاول والاخر كل فرقه بيحصل لها دروبات حتى اللي احنا بنعمل معاها مراكز جيده او ربنا يوفقنا فيها في بعض الماتشات بتخسر وبتخسر ممكن برقم كبير لكن هي دي الكوره وبتقدر تلحق نفسك وتعمل حاجه جيده فما كانش في يعني مش زعلان من تجربه الزمالك لكن ان شاء الله ربنا يسهل بقى ويعوضنا بعد كده ان شاء الله. خليني استاذنك اروح لفاصل وارجع تاني عندي ملفات كتيره جدا وحوارات كتيره مع الكابتن ايهاب جلال اللي منورنا النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين بجد الترحيب بضيف العزيز كابتن ايهاب جلال. طيب خلصنا قصه المنتخب وخلصنا انبي وخلصنا الزمالك العوده للمقصه انت شرحت ظروفها ارتباطك باللي هو محمد عبد السلام ربنا يديله الصحه والصديق العزيز وليد هويدي وعملت شغل هايل مع المقصه يعني محدش كان منتظر ده واذ فجاه بعد شد وجذب وحوارات طويله جدا واعرف انك اول مره تكون متشدد جدا 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 لحد السنه الجايه في كتابه عقد كان هذه المره مع النادي الاسماعيلي اشرح لي. والله هو طبعا الموقف بقى انا روحت المقصه مرتين بعد الكلام المره الاولانيه وبعدين مشيت وبعدين جيت المره الثانيه قبل الدوري ب 12 يوم برضو كابتن وليد كان فيه مشكله وكانت شركه المقصه خلاص مش موجوده فروحت برضو واحنا شغالين الحمد لله كان عندنا 24 نقطه وكان الموقف جيد جدا
واحنا في اخر الدور الاول تقريبا. والمقصة قابلها مشاكل كبيره بالنسبه لفلوس اللعيب. وكان متعاقدين مع احد الرعاة وكان يعني مش هقول مقصر لكن مش فاهم قوي الوضع يعني بتاع انه يبقى راعي الفرقه يعني. فحصل مشاكل ومع عدد النقط الجيد مع موقف النادي الاسماعيلي خلى ان ممكن نطلع من الموقف ده. الكل كسبان طبعا. غير كده ان مقاصه مش يعني ما كانتش قادره انها تدي اللعيبه الماديه تدي اللعيبه هياخد مقابل انك هتمشي هو كسبان. فدي كانت برضو مهمه لان المقاصه لو مش هو اللي هيبقى عنده القرار او لو هو عنده القرار بتاع انه اقعد ما كانش هيرضى ان انا امشي. لكن كان يعني ساعتها عاوز هو يفسخ العقد عشان انا طالبت مره بعت بقى انذار عشان الفلوس اللعيبه. لان بكتب انا دايما في عقدي ان فلوس اللعيبه يعني لو ما اتدفعتش ممكن افسخ من ضمن بنود العقد. طول عمري حتى وانا في درجه ثانيه. طب لان هو اللعيبه اللي هتلعب معاك اللعيبه دي اللي هتلعب معاك. احنا بنتكلم على مصر ما بنتكلمش على اوروبا لان اوروبا اصلا الحاجات دي بتبقى آلية يعني. فهم يعني قلقوا شويه. فحصل بقى ان هم يعني عايزين يفسخوا العقد وفي نفس الوقت جه بقى النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي موقفه بقى مع ان انا برضو عندي شويه يعني قلق شويه ان انا اشتغل في ظل ظروف معينه. لكن موقفه بقى ووضع الجماهير ساعتها هو اللي خلاني يعني اروح على طول. الاتفاق مع النادي الاسماعيلي البنود العقد زودت عليها انا بعض الحاجات طبعا ويعني اختلفنا شويه انا وتامر فيها. هو كان شايف ان العمليه اسهل من كده وانا كنت شايف لا احنا لازم. فاشترطت ان انا اكتب اسامي اللجنه الفنيه جوه العقد. بس ده شرط اول مره يحصل في التاريخ. انا عاوز اضمن ان الدنيا تمشي كويس. انا في الاول والاخر مش يعني ما بشترطش حاجات توقف العقد لكن بشترط حاجات ممكن تمشي لنا الشغل كويس. ودي اللي يهمني يعني يهمني ان اللعيبه ويهمني ان اداريا نبقى ماشيين جيد لان دي اللي بتعطل ممكن تعطل الفرق. وانا مش هطلع اقول الفلوس ما جاتش مش هطلع اقول ان خسرنا النهارده عشان الفلوس جت او ما جاتش مش هطلع عمري حتى لو دي حقيقه. وده نادية وانا رحت يعني في الاول والاخر عشان الناس يعني. وما كنتش مقلق حتى الناس كانت مستغربه ان وضع النادي سيء لكن هو النادي الاسماعيلي في الاول والاخر. وانا كنت ليا يعني مقابله مع كابتن عماد من سنه قبل الكلام ده وكان في بعض الناس بيتكلموا ان النادي الاسماعيلي ما فيهوش لعيبه. وانا قلت له ساعتها كنت انا في المقصه قلت له النادي الاسماعيلي فيه فرقه كويسه. فهو استغرب جدا وفكرني بيها بقى واحنا موجودين لان فعلا النادي الاسماعيلي حتى الان فيه لعيبه من احسن لعيبه في مصر. ولعيبه اتظلمت في السنين الثلاثه الاربعه اللي فاتت من يعني من حاجات كتيره منها طبعا القصور المادي شويه او خد شكل شويه التعاقدات اللعيبه خدت شكل مختلف شويه. تاني حاجه ان مفيش حاجه مفيش اللائحه بتمشي عليها او اساس في المعاملات تمشي عليه سواء جوه الملعب او بره الملعب. وكانت اللعيبه انا اقول لحضرتك حاجه برضو غريبه جدا بعد اسبوع من ما انا رحت فجماعه اللعيبه في ملعب التدريب وقلت لهم انا اقول لكم حاجه انتوا تستاهلوا تبقوا درجه ثانيه وتستاهلوا يبقى عندكم 11 نقطه انتوا والنادي كل النادي الاسماعيلي من اوله لاخره. ليه؟ لان دخلت ما لقيتش النادي الاسماعيلي لقيت حاجه ثانيه خالص سواء استراحة كل حاجة يعني كل حاجة كانت لكن لكن قلنا احنا في الاول والاخر عندنا نظام هنعمله ان شاء الله وهنشتغل وهنراعي اللعيبة وهنحافظ عليها وهنحميها.
وكان برضو مهم جدا نذكر الفريق محمد فريد حجازي. نعم. لأنه كان ليه الفضل الأول بعد ربنا في أن النادي ده يستمر السنة اللي فاتت مع اللجنة الفنية اللي كانت موجودة طبعا برئاسة كابتن علي وكابتن عماد وكان المهندس مدحت الورداني. فمشيت الموضوع، كان بيجي فلوس فبتتوزع توزيع جيد، فاللعيبة بتبقى أكثر راحة، وربنا كرمنا بقى فابتدينا واحدة واحدة، واللعيبة استجابت، وهم لعيبة كبار، في لعيبة في النادي الإسماعيلي كبيرة، لعيبة على مستوى كبير. وده اللي أنا بس بقوله عشان ما حدش يقول إن النادي الإسماعيلي فيهوش لعيب. حتى لو جمهور النادي الإسماعيلي فيه لعيبة جيدة جدا وفي لعيبة ممتازة جدا في مراكز كتير. إيه هي عاوزة إيه اللعيبة دي؟ عاوزة استقرار جيد، عاوز عدم تدخل في شغل الناس اللي بتشتغل، مش عاوز اكتر من كده. الناس اسماعيلي مش عاوز لعيب، وجهه نظري انا الشخصيه، باللعيبه اللي موجوده حاليا، كمان برجوع عبد الرحمن مجدي. فده اللي حصل في النادي الاسماعيلي، ربنا كرمنا بقى. لكن بالتاكيد خدت اكبر ريسك في حياتك، انت رايح فرقه عندها 11 والله بول. هو دي حقيقه، لكن مش مع يعني رحت برضو مع امبي كان كده، مقصة كان كده الأول، المرة الثانية يعني الأولانية اللي هي قبل دي، بس الإسماعيلي كان في حالة انهيار، والإسماعيلي مع الضغط جمهور والناس ما طبعا مش ماتش واحد واخد 11 بونت، مش ناس يعني الناس مش عارفة جمهور الإسماعيلي، جمهور الإسماعيلي فعلا بيحب نادي أكتر من أي نادي تاني. صحيح. يعني حتى يعني جمهور الإسماعيلي ما بيشوفش غير نادي، وطالع يعني جيل جديد من الجمهور برضو، مش الجمهور ممكن ما يكونش اللي بيشجعنا واحنا بنلعب. نعم. بيظهروا على الصورة في الأول والآخر دلوقتي، يعني الحمد لله ان الجمهور بدأ يرجع، لكن كان وضع انا مكنت يعني مش عاوز اقول ما كنتش حاسس بالخوف ده قوي، لكن كنت قلقان على النادي من اللي انا شفته، مش على النزول، انا ما كنتش يعني ما كنتش ضامن حاجه، لكن في الاول والاخر كنت عارف ان اللعيبه دي لعيبه جيده وعندي عدد من اللعيبه. كل اللي طلبته اتحقق من ناحيه في الاول انا ما كانش عندي طلبات، انا روحت من غير اي طلبات للنادي. لا انا بتكلم على قصه الاستقرار، المستحقات الماليه. لا طبعا لا هو في حاجتين يعني ما اقول لحضرتك حاجه، انا روحت النادي الاسماعيلي لمدة محددة والهدف محدد، عشان كده أنا ما مضيتش سنتين أو سنة ونص، أنا مضيت 6 شهور بس لغاية ما أشوف إيه الوضع. فالست شهور دول كانوا زي ما حضرتك بتقول ممكن يبقوا كارثيين لو النادي الإسماعيلي نزل درجة تانية، لكن أنا فوجئت في وسط بقى الكلام ده إن يتخصم منك 3 نقط وأنت شغال، غير إن أنت لو أنت عندك طموح تطلع ثالث أو رابع انت ممكن تنزل اصلا لو كان 6 اتخصموا او كده، وخصوصا ان الموقف ما كانش جيد ساعه خصم النقط دي، كنا كسبنا لكن ما وصلناش لسه للنقاط الجيده يعني. فدي كانت البدايه، ودي اللي خلتني اقلق شويه من هيحصل ايه بعد كده. قعدت مع المهندس احمد عثمان والمهندس محمود، كلمنا وطمنونا جدا على ان النقط دي، مع ان انا كنت عارف النقط يعني كده راحت يعني، لكن ما كانش، كنت شايف ان ما فيش محاولات جاده ان يخلص الموقف ده. فدي اول حاجه خلتني اخد القرار ان انا مش هستعجل في ان انا ابقى موجود، غير من ناحيه واحده ان نجدد للعيبه اللي موجوده. اي ده اولهم فخر، وبرضو عشان الناس تبقى عارفه انا قلت للكابتن عماد وكابتن علي جدد لفخر من بعد ما جيت باسبوعين، عشان الناس ما تقولش ده انا وديته خدوا مع بيراميدز. وبعدين ما كانش فيه فلوس في النادي، وكابتن عماد وكابتن علي كان ليهم برضو بعض الراي الفني من ناحيه ان فخر لسه ما تاقلمش مع النادي الاسماعيلي قوي، وانا فوجئت ان هو وهم حتى بيمضوا السنه اللي قبليها قالوا لي ان هم النادي الاسماعيلي هو اللي قال انا عاوز سنه واحده. ليه احد المدربين يعني، ودي كانت غريبة جدا لانه لعب معاهم طبعا سنة. كان شايل الفرقة وهو لعيب باين يعني مش طبعاً. مش محتاج يعني مناقشة، وفشلت المفاوضات وفخر مضى بعد ماتشنا
مع بيراميدز اللي هو في اخر ماتشين ثلاثة. نعم. يعني بعد ماتش بيراميدز ان بيراميدز ما كانش بيكلمه اصلا. كان فاركو وكان سيراميكا. و جاله يعني بيراميدز بعد ماتشهم بس اللي احنا تعادلنا فيه واحنا 10 مضوا فخر وهو قال لي يعني لحد دلوقتي ده انت ما كنتش ارتبطت مع بيراميدز؟ لا خالص 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 انا ارتبطت يعني فخر نقول عندك حاجه برضو غريبه في عشان الناس طبعا في حاجات كتيره تبين ان انا ما ارتبطتش مع بيراميدز الا في يوم في اخر يوم هو ما مشوش المدرب غير ليله ما انا مضيت ده صحيح فهو لو انا متفق معاهم قبل كده ما خلاص بس دايما بيقولوا المفاوضات بتبقى مع ايهاب جلال شقه شويه فبيبقوا مأمنين نفسهم بالمدرب لانه خايفين ممكن المفاوضات ما تنجحش فكمل بالمدرب اللي موجود معاه لا هو كانوا هيغيروا برضو المدرب بس ما كانوش واخدين القرار الا لما انا اشوف انا هعمل ايه حتى هم اجلوا فتره الاعداد يعني احنا بادئين فتره الاعداد صغيره اجلوا مرتين ثلاثه فتره الاعداد لان انا اصلا كنت حتى بقول انا مش هروح هنا ولا هنا ومش عاوز اروح بيراميدز لجمهور الاسماعيلي يفهم ان انا متعاقد فعلا من الكلام ده وانا شكلي يهمني جدا في الكلام ده وبيراميدز جالي قبل كده وهو نادي كبير وعنده طموح كبير وانا سعيد وانا شغال معاهم انما طبعا انا ما تعاقدتش الا يوم ما مشي المدرب امتى قررت انت تسيب الاسماعيلي قبل ما الدوري يخلص بشهر شهر وشويه شهر شهر ابلغت كابتن علي ابو جريش ان انا مش هقدر اكمل فقال لي لا بس يعني فكر قلت له لا انا مش هقدر اكمل لان الوضع انا عارف انه خلاص مش هتصلح نعم مش هدي ولا تقدروا يدفعوا فلوس وكابتن علي طبعا كابتن عماد عملوا اكبر مجهود وما كانش في حد قابل انه يدفع فلوس حتى المشاكل اللي هي بتاعه نادي النجوم بتاعه طلع لعيبه تانية عندها مشاكل يعني النادي الاسماعيلي عليه فلوس كتيره جدا ممكن تعمله مشكله السنه دي وانا شايف ان دي اهم مشكله مش مشكله اللعيبه تاني حاجه هو ما عرفناش تجيب لعيبه وفي نفس الوقت جددنا اللعيبه بطرق مختلفه شويه يعني اللعيبه مشت الاول زي هاشم راح مضى في الاتحاد مظبوط هو وبابل واتفقوا مع الشام واحنا في اسكندريه يعني حد خدهم وداهم لكن انا ما كانش امامني قلت لهم خلاص اقعدوا في البيت في الاول والاخر طالما انت اخترتوا الاتحاد فاقعدوا في البيت هيدوكوا فلوس اكتر وكده فاقعدوا ولقيتهم جايين بعد اسبوعين ثلاثه عاوزين يمضوا بابل مضى باقل من اللي كان ياخده في النادي الاسماعيلي ب 400 الف دولار في السنه وده طبعا علامه استفهام كبيره وانا ساعتها قلت له قلت له انت مش بتاخد الرقم ده هو جميل لعيب كبير عنده طبعا بعض الاصابه لكن هو كان يعتبر مكسب كبير جدا بالفلوس اللي هو كان هيبقى موجود بيها ل 150 الف دولار وهو كان هياخد 550 يا نهار ابيض في اول سنه منهم 200 احنا كنا مكتوبه في العقد الكلام ده كله 200 ايه مش عارفين 200 مش عارفين هم مكتوبين ايه يعني هم ياخد 200 يوم 17/6 مثلا مش مكتوبين دول مقدم عقد مش سالناه حتى هو وده اللي خلاني بقى يعني اقول له يا ابني انا عارفك ان انت مجبر على الكلام ده لكن احنا مش هنقدر ندفع ما ارتحتش للعقد طبعا ومضى في الاخر ب 150 الف دولار للاسف بقى الناس مشوه انا يعني مستغرب جدا لان هو كان بديل جيد جدا كان ممكن يبقى لان هو ده كان لعيب كبير وعنده حاجه بس مش اصابه انما مش وجعاه يعني اصابه مزمنه مش مزمنه بس انا ما سالتوش بس هو طبعا بيتمرن بيعمل كل حاجه يا كابتن لكن ما بيتالمش انما باين ان عنده سنه اعاقه يعني انما هو لعيب كبير يعني مش انا فوجئت ان اسماعيلي سابه لان ما يبقى عندك لعيب زي ده بالمستوى ده يلعب نص ساعه يكسبك او يلعب حتى من البدايه في بعض المباريات وتسيبه فدي وجهة نظر فنيه لكن هو لعيب كبير وقلت لكابتن علي مش هقدر قلت لكابتن عماد بس كابتن عماد طبعا ايه عشان بيحبني فكان ايه عنده امل دايما ان انا ابقى موجود وانا سعيد جدا ان انا ابقى موجود في النادي الاسماعيلي اللي هو نادي كبير والنادي بتاعي وطموح الجمهور برضو خلاني ما بقاش موجود لان في الاول والاخر الناس ما كانتش هتقبل
السنه الجايه طبعا باقل من المنافسه. افهم من كلامك انك قلقان على الاسماعيلي السنه دي؟ والله انا قلقان يا كابتن من ناحيه الـ 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 الديون يعني قلقان من ناحيه الديون لان كمان الديون وانت مش قادر توفر للعيبه الفلوس اللي هتصرف بيها على النادي بعد ما العقود برضو عليت شويه لان في بعض اللعيبه عقودها غريبه جدا كانت يعني يبقى مثلا باهر المحمدي وشكري وعبد الرحمن مجدي في ناس بتاخد اكتر منهم 4 مرات مثلا طبعا لانه كانوا بيمضوا على بياض وتحط حاجات في العقد مختلفه اللعيبه اللي هم باهر وشكري كانوا بيمضوا على بياض طبعا طبعا تحط ارقام تانية طبعا فدي مش يعني دي كنا عايزين نعدلها بقى يعني كنا يعني قلنا اقتراحاتها وقلت كابتن علي وكابتن عماد لازم دول يطلعوا فيها اولى في الاول والاخر هتعدلهم عقودهم كلهم باهر محمدي وشكري نجيب عبد الرحمن عادوا حتى الان 1,000,000 جنيه فئه تانية فئه ثالثه كمان جت وفي لعيبه اعلى منهم طبعا في لعيبه صغيره اعلى منهم حراس مرمى صغيرين مثلا اعلى منهم شايف انه ده قلقك طبعا يعني الحاجات دي اللي الناس مش فاهماها يا كابتن في الاول والاخر هنا في مصر للاسف ان المدير الفني يجب انه يبقى مدرك ايه اللي بيحصل هنا ممكن الاقي واحد نفسيته تعبانه شويه انا مش عارف ليه بيتمرن وحش او مستواه وحش فانا كنت بواجههم يعني في الاول واقول لهم انتوا غلطانين ما يجبش ان حد يمضي على بياض لان في الاول والاخر في ناس تانية ما مضتش على بياض انت عارف بقى الضغط الجماهيري وهم ابناء البلد طبعا بس لا في الاول والاخر دي تدل على كيفيه اداره الموضوع ده فاحنا كنا هنعدله يعني نخلي الناس تاخد حقها حتى لو هيمشي بعد كده ما بس على الاقل يلعب وهو مبسوط يعني بالظبط ما يبقاش مضغوط ان هو لازم ياخد فلوس بس برضو سالتك قلقان على الاسماعيلي السنه دي طبعا طبعا طب من ناحيه اللي انا بقول لحضرتك عليها مش مش اللعيب لعيبه يجب ان تساند جيدا جدا مع يعني مع مدرب جيد وانا برضو عاوز يعني اقول انا مستغرب جدا ان حمزه تم استدعائه من عمان وفجاه يقولوا له انت فسخ عقده في عمان طبعا 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 فسخ عقده وجه واتفق على كل حاجه كان الجهاز وكده وبعدين كلموه قالوا له لا احنا هنجيب بحد في النهايه الناس تزعل من ابناء النادي يعني الناس بتضحي بكل شيء وفي الاخر هم اللي بيطلعوا غلطانين قفلت ملف الاسماعيلي مع كابتن ايهاب هفتح بقى ملف بيراميدز لانه ملف مهم جدا جدا لكن بعد الفصل هو مدرب كبير مع فريق كبير فريق بيراميدز لعيبه يعتبروا على مستوى منتخب مصر يعني هم مؤهلين للعب في منتخب مصر وكابتن إيهاب كان مرشح للمنتخب فأعتقد أن التوليفة مظبوطة في محلها وكابتن إيهاب شخصية محترمة والناس بتحبه والناس مقدرة شغله وأنا في اعتقاد أنه هيكون ناجح جدا مع بيراميدز هو عشان تحقق بطولة يبقى عندك عاملين مهمين جدا العامل المادي والجودة بتاعت اللعيبة فهو عنده الاثنين فإن شاء الله ربنا يكرمه ويثبت كفاءته لأن هو مش هيلاقي نادي زي ده يعني هو مرن الزمالك وكان عنده مشاكل الزمالك عنده مشاكل بيراميدز ما اعتقدش ان في مشاكل ومرن الاسماعيلي مرن انديه كبيره وهو متعود يتعامل مع اللعيبه الكبار فان شاء الله ينجح ويقدم مستوى رائع يعني حضراتكم بالنسبه لنادي بيراميدز نادي كبير ما نقدرش نتكلم في الكابتن إيهاب جلال مدرب كبير بس احنا بنتكلم على روح الفريق نفسها لا نادي بيراميدز بيعتبر من احسن الانديه اللي في مصر بس المشكله ان روح الفريقنا مش موجوده كابتن إيهاب جلال كابتن ممتاز جدا وكابتن كبير جدا احنا عايزين نعمل توليفه كويسه بحيث ان هو ينافس على الدوري مع الزمالك ومع الاهلي كابتن إيهاب جلال يعني من افضل المدربين في مصر حاليا وانا كنت اتمنى ان هو يمسك منتخب مصر قبل طبعا كروش وهو بصراحه مدرب ناجح جدا يعني بيعمل روح للفرقه بيخلي فيه ترابط ما بين اللعيبه وبعض كابتن إيهاب جلال طبعا مدرب كبير وعظيم طبعا ده حاجه شرف انا بحب بيراميدز جدا وان شاء الله يعني إيهاب جلال يعمل موسم كويس مع نادي بيراميدز والله يا كابتن إيهاب جلال يعتبر من افضل المدربين حاليا في مصر من ساعه يعني مكان في الزمالك انا بحبه جدا على المستوى الشخصي فعلا يعني ساب بصمه في الدوري المصري طبعا وكان نفسي بصراحه يبقى ليه فرصه تدريب منتخب مصر بيعجبني فيه هدوءه جدا في الملعب ده حاجه طبعا يحصل عليها انا بالنسبه للمدرب الهادي صراحه مش بيوتر فريقه ده حاجه انا بحبها جدا في كابتن إيهاب جلال يعني
اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين في هذه السهره مع كابتن ايهاب جلال. نروح بقى قصه بيراميدز لانه قصه مهمه. السنه اللي فاتت تردد وبشده بل انك اعلنت انه اوكي وبيراميدز والموضوع خلاص شبه منتهي. فوجئت انا برد من بيراميدز وكان رد غريب بالنسبه لي انه احنا ما بنحبش حد يعلن او ما اللي فهمته يعني عشان برضو ما كنتش بقول حاجه مش مظبوطه. وبدلا من ان تتولى التدريب فوجئنا بإيهاب جلال خارج بيراميدز. ايه اللي اتغير السنه دي وليه المره اللي فاتت ما نجحتش المفاوضات رغم انك نادرا ما تتحدث الا انك قلت؟ والله هو السنه دي كانت في حاجه مهمه جدا. الناس عارفاني كمدرب لكن مش عارفاني كبني ادم او بفكر ازاي او كده. ودي حصل قاعده قبل ما اروح بثلاث ايام بالظبط. دي المره دي مع المهندس ممدوح. وهو قال لي حتى يعني لازم ابقى يعني عارف البني ادم. انا عارف كل الناس بتشكر فيك لكن ودي القعده دي كانت سبب برضو ان يعني بعد ربنا ان انا اروح بيراميدز. وكلمت معاه انا بفكر في ايه او بشتغل ازاي او كده ورأي في بعض الحاجات. ودي كانت اللي ناقصه المفاوضات اللي كانت قبل كده لان كانت فيها بعض الحاجات لانها كذا مره مش مره دي بس بعض الحاجات من مرة. اللي جس النبض وبعض الحاجات اللي فيها ان انا في نادي تاني لازم يعني تم استئذان طبعا. ودي مهمه جدا ودي كانت في المقاصه في اخر مره. لكن انا برضو مش هقول تسرعت لكن انا قلت الكلام ده وانا مش في دماغي قوي ان المقاصه هتوافق يعني. وقلت الكلام ده كابتن وليد برضو كان ماتش طنطا اللي بقول لحضرتك عليه. فهي كانت كده. عارف حضرتك بعض الاوقات بيبقى في جس نبض من الفرق للمدربين. وبعدين المره الاخرانيه اللي فرق بقى اللي بقول لحضرتك عليه المره اللي قبلها السبب عدم الذهاب المقاصه ولا خلافات لا كان المقاصه المقاصه وكان الموقف ساعتها ابتدى يبقى جيد وصلنا بعديها بمباراتين للنقطه 37 اللي هي ده خلاص تضمن اللي هو احنا لعبنا كان مش فاكر اف سي مصر تقريبا لعبنا النادي الاهلي تعادلنا معاه 0-0 ودي كانت النقطه 37 اللي هي ابقت على المقاصه موجوده وكان الموضوع انتهى خلاص. نعم يعني بيراميدز خلاص. فدي كانت المره اللي عشان كده انا يعني قلت ساعتها. لكن هو نصيب في الاول والاخر ونادي كبير وعندهم طموح كبير زي الجهاز بالظبط. واعتقد ان احنا بنحاول ان شاء الله ربنا سهل يعني واحده واحده ان اداء اللعيبه يبقى متطور وفي نفس الوقت نكسب. ودي مهمه جدا لغايه ما نعدي فتره جيده نقدر نجهز الفرقه كلها فيها واللعيبه اللي هي في افريقيا لان احنا عندنا عدد كبير بره بيلعب في الدوري لكن ما بيلعبش في افريقيا. فيهم عدد مصاب زي اسلام طبعا وفخر وهشام محمد. فان شاء الله يعني مع الوقت نقدر كل لعيبه تبقى جاهزه وعندنا لعيبه كبار طبعا كل اللي بيلعبوا بما فيهم الاجانب. انت اللي جبت الكارتي؟ والله هو كان معروض من الاول وانا قلت انا اشوفه. وتاخرت شويه كان ماتش سموحه في الكاس اول ما انا جيت. وبعدين كان هيتم الغاء الموضوع لكن قلت لهم لا انا ابص عليه يعني. يعني شفته كويس بقى. قلت لهم لو هو الراجل ده اللي هيجي هيبقى لعيب كبير. وهو لعيب كبير وشخصيه كبير. وكان كابتن نادي الوداد دي في حد ذاتها طبعا خلتني احسب حسبه برضو معينه انه واحد بيلعب 40 ماتش في السنه وكابتن نادي الوداد هو عنده 27 سنه يعني في ناس اكبر منه. يعني ده مختلف حتى في الشخصيه. اتفرجنا عليه كويس بقى طبعا. قلت لهم ساعتها يعني ده يجي لو جه هيلعب على طول. الحمد لله يعني هو مأدي اداء ممتاز وارقامه كمان ممتازه جدا. وحتى الجهاز الفني بتاع المنتخب اشاد بيه الماتش اللي هو جه فيه. بيساعدك انه اتقال انه ايهاب جلال اغلى مدرب في مصر؟ لا طبعا انا ما اعرفش. انا يعني انا عارف ان حضرتك قلت الكلام ده بس انا ما اعرفش الكلام ده حقيقي لا ده الحقيقي ولا لا.
لكن انا ما بيشغلني الله مدرب مصري ما بيشغلنيش الكلام ده لانه هو رزق في الاول والاخر ربنا بيسوقه لينا يعني، وممكن اقبل بحاجات اقل وممكن يعني في انديه اقل، لكن هي ملهاش دعوه، هي ملهاش دعوه. انا ما بجيش اقف جدا عند الـ 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 الحاجات دي. بتفاوض في الناحيه الماديه حضرتك ولا تامر؟ لا تامر بتفاوض في كل حاجه، لكن انا اللي بقول الارقام يعني، هو بقى هو بيتخانق معايا انا يعني تامر، لكن انا بقول حاجات ناصر، لان تامر اكتر من وكيل اعمال شويه. هو تامر وكيل اعمال فعلا، دي واحده، او مدير اعمال، لكن هو بالنسبه لي اخويا الصغير في السن طبعا، لكن هو من اسباب ان انا اللي وصلت دي ليه ده بعد ربنا. طيب كان هو ليه جزء كبير جدا. خليني اسالك بقى عن بيراميدز، ما هو كل حاجه ولها يعني اهداف وطموحات. يعني بيراميدز الموسم اللي فات مثلا خسران في بدايه الدوري 5 بونت، بدا بخساره من الاتحاد وتعادل مع الزمالك. تعادل مع الزمالك منطقي. انت هذا الموسم بتبدا بفوز مهم جدا في الكاس، سواء استكمل او لو مستكمل شكلها مش هتستكمل يعني. الحاجة التانية انك بتبدأ الدوري ب9 بونت، منهم فريق الاتحاد اللي انت خسرت منه السنة اللي فاتت، مش انت ناديك يعني خسر منه. البعض بيقول انه بيراميدز السنة دي لا محالة منافس وبقوة وقد يفعلها ويفوز ببطولة الدوري العام. البعض الاخر بيقول لك لا لا لا، ده هي بيراميدز دايما كده، ممكن يكسب كم ماتش وفي الاخر الدوري محجوز، اما اهلي واما زمالك. عايز بقى اعرف طموحاتك مع نادي بيراميدز هذا الموسم. انا هقول حاجة الاول بالنسبة للي انا بقوله وانا في الفرق التانية اللي هي اقل، هنقول اقل ماليا مثلا او امكانيات او لعيبة من بيراميدز في بعض الاماكن، كنت عاوز اكسب كل مباراة، فدي واحدة، فمش ممكن هروح بيراميدز وابقى مش عاوز اكسب كل مباراة. انما هيحصل ايه في دوري زي ده اللي احنا فيه؟ لان الظروف بتتغير، وانا بقول لعيبه الكلام ده كله هم عارفين، انا بقول لهم احنا ان شاء الله نروح فين، بس نجتهد يعني، وما ننسقش لاشكال لعب احنا مش عاوزينها، لكن هيظل هيحصل الكلام ده في بعض المباريات، لكن ظروف المباراه نفسها في كل مباراه بتختلف شويه. ما اعرفش ايه الجو، ايه الملعب، التحكيم، كل الكلام ده، ولو ان التحكيم ماشي عامل اداء جيد جدا السنه دي، لكن في الاول والاخر لما تروح نادي كبير وانت جهاز عاوز تعمل حاجه، فالناس بتبص لك دايما ان انت تحاول تبقى في المقدمه مع المنافسه مع الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك والانديه اللي طالعه عملت يعني عامله فرق كويسه زي فيوتشر وفاركو والانديه اللي موجوده اصلا بقى جماهيريه زي السيراميكا والاسماعيلي والاتحاد مصري. نعم. ففي عدد من الفرق ما كانش موجود كل سنه ان يبقى عدد كبير من الفرق القويه دي بنفس القوه دي، ودي ما كانتش موجوده قبل كده. دي تقول حاجتين، الحاجه الاولانيه ان ما فيش مشكله انك تخسر بعض النقط، بس ما يجبش انها تبقى في الاول، او يستحسن انها ما تبقاش في الاول عشان تقدر تاخد دفعة. ليه؟ لان مش كل الفرق هتكسب على طول. نعم. بما فيهم الاهلي والزمالك هيتعثر. نعم. فاحنا بنحاول ناخد نقط في الاول لغاية ما الفرقة تجهز ان شاء الله. وفي نفس الوقت نعمل اداء جيد. ونشوف بعد كده هيحصل ايه. لكن اسم بيراميدز لوحده بيقول انك انت راجل بتطلع التالت عادي يعني. فانت جايب جهاز متوسم فيه ان هو يعمل حاجه. شايف انك السنه دي ممكن تفوز ببطوله الدوري؟ والله احنا عندنا لعيبه ممتازه تقدر تعمل اي حاجه، ومدين اداء جيد، ملتزمين جدا في التمرين، ان شاء الله يعملوا حاجات كويسه. مش بعيد جدا، مش بعيد ابدا ان احنا نعمل حاجه كويسه، خصوصا ان عندنا 5 بطولات السنه دي. 2 كاس، 1 قديم، 1 جديد، 1 كاس رابطه، وبطوله والكونفدراليه. بتلعب انك تكسب 5 بطولات؟ والله انا اتمنى طبعا. لكن شايف امكانيات فرقتك تسمح بكده؟ احنا عندنا لعيبه في كل الاماكن ممتازه، حتى لو احنا هنعمل تدعيمات او هنفكر بعد كده، انا لسه طبعا ما
هنفكر في الاماكن اللي هي في عدد اقل يعني في لعيب كويس فيها ما فيش اثنين في لعيب كبير فيها. بس هتعمل تدعيمات في يناير؟ والله انا مش مستعجل لان انا سعيد باللي موجودين ان شاء الله عاوز كمان اللي هم لسه ما دخلوش يدخلوا فمش مستعجل في حاجه غير ان احنا نجهز الفرقه بس كان يعني. زمان قبل ما تبدا بطوله الدوري العام يقول لك المرشح الاول الاهلي المرشح الثاني الزمالك. هيظل الاهلي والزمالك مرشحين لاسباب كثيره لكن ودايما نتمنى ان الاهلي والزمالك يبقوا مرشحين لان هم اللي هيخلوا شكل الكوره في مصر مع الانديه الثانيه زي الاسماعيلي والاتحاد والمصري اللي موجودين حاليا. لكن صعود الفرق بقى الجديده كلها مصعب المهم. لو قلت لك اديني نسب السنه دي للثلاثي الكبير. لا ما اقدرش اقول بس يعني ما اقدرش احدد دلوقتي لكن يعني. الاهلي والزمالك هيبقوا واخدين مكانين في الثلاثه الاولانيين. يسبقوك ولا انت تسبقهم؟ ان شاء الله نحاول نسبقهم. هتحاول تسبقهم السنه دي. يبقى اذا ايهاب جلال عينه على تحقيق اول لقب بطل دوري خاصه انك مع المقصه خدت المركز الثاني. كانت سنه مميزه جدا وعدد نقط كبير وما جابوش يمكن برضو الفرق الثانيه في السنين اللي فاتت وكنا مع المقصه اكتر فرقه جايبه اهداف في الدوري ودي ما جاتش مع الاهلي ابدا. يعني الاهلي وهو بياخد الدوري دايما دايما بيسبقه واحنا سبقنا وكان هداف الدوري من عندنا من احمد الشيخ ساعتها كان اكبر اسيست من عندنا هو وفوابي فكان في بعض الحاجات اللي مطمئنه ساعتها. لو تعاقدت مع الـ مع الـ مع بيراميدز من بدري كنت ابقيت على احمد الشيخ؟ طبعا 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 انا للاسف وده برضو دليل يا كابتن ان انا ما تعاقدتش مع بيراميدز من بدري لان احمد الشيخ مشي قبل ما انا اروح بيوم. ياه. هو وعمرو مرعي مضوا في النادي المصري. انا مضيت تاني يوم في الـ في الـ كنت عايز عمرو مرعي كمان. عمرو لعيب كبير ممكن انا عمرو قبل ما انا اتعامل معاه ممكن اقول لا أنا يعني لو اتعرض عليا اقول لا ايام ما كان في كمان في النجم الساحلي وكان في مع الداخليه مع كابتن علاء عامل شغل كويس جدا. اما تعاملت معاه لقيته كابتن علاء عبد العال مسك النهارده ايسترن كمباني بنقول له بالتوفيق ان شاء الله ربنا يوفقه بس مش ماتشين عشان لعبوا احنا على طول. لا هو مدرب كبير كابتن علاء فعمر عنده مميزات ما عرفتهاش الا ما دربته. طيب لما رحت بيراميدز كان في كلام كتير كنت اخده من اسماعيلي برضو عشان برضو والله احمد الشيخ وعمرو مرعي. طيب لما رحت بيراميدز كان في كلام كتير جدا انه عبد الله السعيد مرحب وده كلام كان حقيقي بالانتقال لنادي الزمالك كان دورك ايه؟ والله انا عرفت طبعا الكلام ده وطبعا ظروف الوضع كله انا عبد الله كان مسافر وجاي اول يوم انا جاي فيه كويس كان واخد اجازه يعني اليوم ده كنت مديله راحه قام جاي من المطار علينا على طول يعني هو كان جاي من المطار علينا وقفت كلمت معاه يعني شويه خلاص انتهى الموقف يعني خلاص لان هو عبد الله ما كانش يطلب هو رايح نادي الزمالك او الاهلي او غيره من الانديه الكبيره الناس بتحب تروح ليه غير الشهره طبعا لكن انه عاوز ينافس على بطوله. نعم. فانا قلت له احنا في الاول والاخر احنا شغلتنا او انا شغلتي مع الفرق اللي اقل منكم كنت عاوز يعني انافس على بطوله طموحي انا كده طول عمري حتى لو في درجه ثانيه عاوز اخد كاس مصر مثلا بغض النظر عن حتى امكانيات فرقتك. قلت له ان شاء الله الوضع يتغير السنه دي وكده الموضوع انتهى خالص وجيت مره تاني يوم يعني اول قعده مع عبد الله السعيد اقنعته بالبقاء في بيراميدز بالظبط بس هو كان مصمم لا هو اللي انا عرفت اللي حضرتك بتقوله ده حقيقي نعم انا عرفت الكلام ده وحتى لكن ما حصلش حاجه رسمي بين النادي الزمالك ونادي بيراميدز كان ما بين نادي الزمالك وعبد الله السعيد ايوه نعم وعبد الله يعني كان سايب الموقف يعني للظروف انه هيحصل ايه السنه دي وكده وده برضو الدليل ان انا ما كنتش جاي من بدري يعني جاي من بدري كنت كلمته كانش حصل الكلام. هل بالفعل كنت طالب بن شرقي الانضمام لبيراميدز؟ لا خالص طبعا لعيب كبير طبعا لعيب كبير بس انا في حاجتين مهمين بالنسبه لي علاقه الانديه انا مش عاوز ادخل في حاجه تبوظ علاقه الانديه من بعض ولو ان ده احتراف لكن احنا عندنا لعيبه كبار جدا في الاماكن دي يعني وان شاء الله يعملوا حاجه كبيره جدا لكن هو لعيب طبعا كبير. لما اتكلمنا على عبد الله يبقى لازم نتكلم على رمضان يعني انت قلت انه عبد الله مشكلته انه بعد ما غاب من النادي الاهلي غابت البطولات فاشتاق للبطولات العوده للنادي الاهلي مستحيله
وبالتالي لما الزمالك كلمه كان مرحب بوجودك الموضوع انتهى. رمضان الامر مختلف. رمضان كان عايش على بحر من البطولات. هم هو اختار لاي سبب إن كان انه وده حقه وده لعيب محترف على فكره انه يروح بيراميدز. لكن كلام كتير تردد انه رمضان اصبحت رغبته الداخليه العوده للنادي الاهلي من جديد وانه ممكن يضحي باي شيء ويعود للنادي الاهلي. هل ده حصل؟ لا. نمره 2 شايف انه ما زالت الضغوط موجوده على رمضان، الضغط الجماهيري من النادي الاهلي، الغضب الجماهيري بسبب ترك النادي الاهلي وذهابه الى بيراميدز. لا انا اقول في الاول انا ما عنديش يعني ما عنديش فكره عن موضوع ان رمضان كان قلقان او عاوز يرجع او يقعد، لان انا جيت في وقت كان كل الحاجات دي عدت هو موجود. نعم. اللي انا اعرفه انه كان جاي له حاجه في الامارات. نعم. او اللي انا عرفته بعد كده يعني. نعم. بالنسبه لضغوط رمضان ابتدى يتخلص من الكلام ده، لان رمضان بيتمرن كويس جدا، وده انا كنت مستغرب الكلام ده لان كنت فاكره في الاول هيبقى يعني واخد بعض ال 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 يعني الدلع شويه. نعم. لكن ما لقيتش كده، ولقيته حتى بعد اختيارات المنتخب اول 81 النهارده الصبح او امبارح، وانا كلمت كلام عام يعني على الاختيارات المنتخب ساعتها. فانتم الناس ممكن تكون بتجرب، لان احنا مش هنروح البطوله العربيه معاهم لان عندنا ماتش في افريقيا، فمش هسيب اللعيبه مستحيل. ممكن يكون عاوز يشوف لعيبه ثانيه، خصوصا ان هو واخد القوام الاساسي 11 لعيب الاساسيين، واخد لعيبه ثانيه ليه وجهه نظر فيها. وطمنت اللعيبه كنت قلت لهم احنا انا ما عنديش شك ان عندنا عدد كبير جدا هيروح كاس عالم ان شاء الله، بس لازم احنا نبقى عاملين حاجه جيده. نعم. لان انا يعني اتوقع ان دونجا يروح منتخب، كل الناس اللي بتلعب اساسي من المصريين اتوقع انهم يروحوا منتخب. وعندنا يعني لعيبه كتير، وعلي اصلا جبر واحمد سامي. نعم. كل الناس اللي موجوده. لكن انا سعيد باختيارات اللعيبه الكبار يعني احمد فتحي وعبد الله سعيد بالذات يعني، لان هم فعلا مختلفين، بيادوا اداء كبير جدا في التمرين وبره، وبيقدروا يلعبوا باشكال مختلفه ودي مهمه جدا، وعندهم سمات شخصيه مختلفه يعني. أي. فده اللي مخلينا نقول ان رمضان مرن كويس جدا، وانا سعيد. انا قلت له الماتشين اللي فاتوا انت حتى دفاعيا نمره واحد في مصر كمان، عاوزين هجوميا، هو بيحب يساعد الناس ودي عاوزين ده صحيح نخليه برضه يحرز اهداف، دي مهمه. لكن هو في حتى ارقامه في التبنيه لو جاله عرض بالاحتراف هتوافق له؟ وهل عنده عروض زي ما بيتقال ولا ما عندكش؟ لا انا قلت لحضرتك ان انا كنت عارف ان في الامارات قبل دلوقتي رجع لا انا كلمته في الكلام ده وقلت له لازم يبقى طموحنا برضه في حته شبه دي عشان عاوزين نلعب كاس عالم ان شاء الله وكده، وبس تبقى عملت اللي عليك هنا، وعشان يجي لك حاجه يبقى لازم ابقى هنا مميز جدا في اذا رمضان مستمر على الاقل حتى نهايه الموسم مع بيراميدز. حتى الان خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع الكابتن ايهاب جلال. كابتن احمد عجوز مديرا فنيا مؤقتا للنادي الاسماعيلي لحين التعاقد مع مدرب اجنبي، وقلت لكم ان الكابتن علاء عبد العال مسك استرن كامباني وهيبقى الكابتن احمد العجوز موجود في الجهاز الجديد مع المدرب الاجنبي الجديد. طيب اختيارات المنتخب دايما بتعمل نوع من انواع المشاكل، يعني اول مره اكيد انت كنت اسعد واحد عدد كبير من اللعيبه و و و بعد استبعاد رمضان وابراهيم عادل، انت خلاص حكيت لي عن رمضان ابراهيم عادل والناس كلها بتبص له انه لعيب واعد بروميسنج بشكل جيد طبعًا يعني طبعا. ازاي بتتعامل مع العثرات دي؟
والله يعني انا قلت لحضرتك ان انا اتكلمت معاهم عشان يعني نفهمهم ايه اللي بيحصل في اختيارات المنتخب من وجهه نظرنا في بعض الاوقات، وان في الاول والاخر ممكن تبقى تجربه، ممكن تبقى ان احنا مش هنلعب معاهم البطوله العربيه، لكن يجب ان احنا نجتهد وفي نادينا ونوصل لمستوى اكبر من اللي احنا حتى بنتصوره عشان نحافظ على مكاننا دايما في المنتخب. لكن احنا عندنا لعيبه كلها تستاهل تروح المنتخب وانا متصور المره دي ان الاختيارات فيها حاجه من ناحيه التجربه او انها فعلا عشان البطوله العربيه، يعني ان مش اللعيبه مش هتروح معاهم يعني. طيب خليني اسالك، هل قائمتك كامله ولا شايف ان انت ما زلت في احتياج للاعبين؟ وقصه اللعيبه الكبار يعني الناس دايما يقول لك عبد الله السعيد وشريف اكرامي واحمد فتحي لعيبه كبار في السن وبالتالي ممكن ما يعتمدش عليهم كابتن ايهاب جلال طول الموسم. لا، هو في حاجتين، الحاجه الاولانيه طبعا اهم حاجه مستوى اللعيب يعني. نعم. الحاجه الثانيه ان اللعيبه دي مهمه جدا لاي فريق عاوز يعمل حاجه كويسه لان هي اللي بتلم اللعيبه الثانيه حواليها من ناحيه حتى التقدير ان انا يبقى جنبي عبد الله السعيد وانا بلعب وهو مستواه ما شاء الله جيد، جنبي اي لعيب بقى من الكبار من الاسامي الكبيره دي مهمه جدا لكل اللعيبه الثانيه. الحمد لله ده اللي حاصل حتى الان يعني. لكن هم في الارقام مثلا عبد الله سعيد من احسن الارقام في الفرق طبعا، احمد فتحي فوجئت بيه ما شاء الله يعني كلهم يعني في ارقام يعني اكثر من جيده شويه من اول مباراه يمكن. وانا قلت له يعني انا كنت يعني قلت له انا كنت جاي وانا عامل حسابي ان انا اجيب باك رايت فعلا يعني يساعد لان انا بلعب احمد توفيق في نص الملعب، عمر بين هنا وهنا، لكن احمد الوحيد اللي كنت يعني عارف انه يلعب باك رايت اغلبيه الوقت، لكن احمد توفيق يقدر يلعب اثنين وعمر، لكن احنا بنتكلم على باك رايت في يعني في مستوى احمد فتحي في سنه بعد العدد السنين ده، فكنت متخيل ان انا اجيب باك رايت صغير يعني يبقى للمستقبل وكده، لكن احمد فتحي خلاني اغير الفكره دي هو وطبعا توفيق وعمر، ان فعلا ارقامه مختلفه شخصيته مختلفه، وعرفت ليه ربنا بيكرم بعض اللعيبه الكبار انها تقعد لسن كبير تلعب. نعم. وهي مستواها كبير لانه بيحافظ على نفسه وعنده اندفاع مختلف شويه عنده روح مختلفه شويه، كل اللعيبه الكبار عندنا كده نفس الكلام ده. مجدي قفشه في تصريح قريب قال انه وقع للزمالك لما انت كنت المدرب بتاعه، هل ده حصل؟ معرفش. انا عارف ان عبد الله بس يعني عبد الله كنت عارف موضوع عبد الله. عبد الله السعيد. طبعا. ده زمان ولا اليومين دول؟ لا عارفه من ساعتها. لا عبد الله اللي هي اخر القصة. لا عارفه من ساعة ما انا كنت في الزمالك. بس ما قلتش لما كان يعني انا ما كنت في الزمالك هو مضى في الزمالك. لا ساعة ما كان جاي من الاهلي. جاي من الاهلي وكانت دي وده كان يعني اعتقد انه خطأ اداري هو اللي خلى الكلام ده يعني يقدر يرجع تاني النادي الاهلي وكده. مظبوط. بغض النظر عن يعني الخطوه دي كان يجب ان ناخدها ولا لا، لكن عبد الله لعيب عفوي يعني لعيب كبير، لكن في الاول والاخر بيسيب الحاجه تمشي زي ما ربنا رايدها. انت كنت مدرب قفشه في انبي. طبعا. هو بقول في الفتره دي ووقع في الفتره دي للزمالك. ما جابلكش سيره. وانا في انبي. وانت في انبي. لا ما كنتش عارف. لا. كان اساسي معاك ولا ما كانش اساسي معاك؟ لا كان اساسي. هو ما كانش اساسي قبل كده. وهو قفشه من اللعيبه الاذكياء يعني ما وقعش معاك وانت مدرب في الزمالك تاني بس معلش. لا خالص يعني وانت بتدرب الزمالك ما قالولكش ان قفشه وقع. لا خالص. لا ولو انت في انبي كان هيوقع للزمالك برضه ما تعرفش الكلام. لا ما اعرفش عشان بس ابقى واخد. لكن انا كنت اوافق يعني اي اهلي او زمالك او يعني من يعني بالنسبه لصلاح محسن وعلي وحمدي فتحي يعني كلمني كابتن علاء عبد الصادق ساعتها. نعم. علي مين؟ علي علاء عبد الصادق كابتن علي لطفي. علي لطفي. كلمني على حمدي وكده وقلت له لعيبه كبار فعلا. طبعا. ورحبت ان هم يتنقلوا. يستاهلوا لا اتنقلوا بعد ما انا مشيت بقى. بس كنت مرحب. طبعا لان ما بقدرش اقف قدام لعيب في طموحه يروح فرقه اكبر، وخصوصا النادي هيستفيد ونقدر نعوض بعد كده. هم لعيبه فعلا
تستاهل ان كنت متوقع ان قفشه يوصل للتوهج والتالق ده يا كابتن ايهاب؟ اي لعيب ذكي هي ذكي وده مستوى ذكائه كبير وهو يقدر يلعب في اماكن مختلفه قفشه وانا كنت اتمنى له زي صلاح زي كل اللعيبه اللي كانت معانا وفي لعيبه كتير يعني ممتازه حتى لسه فيهم لسه في امبي لغايه دلوقتي وكان انا قلت لحضرتك انه اذكى لعيبه اتعاملت معاها في سرعه الاستجابه قفشه كلهم كل اللعيبه منهم قفشه لان قفشه ما كانش بيلعب وانا جيت قبل ماتش بثلاث ايام فكان في ماتش ودي معمول فسيبته معمول زي ما هو فلعبته في نص الملعب وقلت له انا حاجه ساعتها يعني قلت له يا محمد ما كنتش بقول له يعني قفشه دي ما بقولهاش ابدا قلت له يا محمد انا قلت بقول له يا كابتن انت وهم بيعملوا طلات وانا بلف كده قلت له يا كابتن على فكره احنا انا طبعا بسال اللعيبه دي بتلعب فين فهو يقول لي رقم 10 وانا اصلا عندي مشكله مع الارقام دي مش يعني ما بعترفش بيها فقلت له بص يا كابتن هقول لك حاجه هو بيعمل اطار فقال لي ايوه كابتن قلت له انا ما عنديش رقم تحت الفيرود دي مش ما عنديش فمن ذكائه هو ما قاليش يا كابتن انا بلعب في حته ثانيه قال لي يا كابتن مين اللي قال لحضرتك ان انا بلعب 10 ولعبته ماتش ودي ولعبته على طول يعني لعبته على طول كل الماتشات وكنت باخره شويه عشان هو كورته جيده بيستلم كويس وعمل اداء جاي كلهم صلاح موسم كان هداف الفرقه جبته لعبته فرود بقى ما لعبتوش على الطرف كتير كانوا كلهم لعيبه كبار حمدي لعبته سد باك برضه في الاخر حمدي مظبوط نعم لان هو حمدي عنده سرعه كبيره بيلعب دماغه كويس وبعدين هو بوشه هايل يعني تحت الضغط ممكن يبقى في نص الملعب لعيبه كتير لان لما يبقى عندك ديانج وعمرو السوليه وحمدي تحاول تستفيد منهم شايف ان الثلاثي ده قوه للنادي الاهلي يا كابتن طبعا 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 يعني طبعا بلا شك انهم قوه للنادي الاهلي يعني وجودهم عامل تقل للنادي الاهلي يعني. طيب الصراع اللي ما بين قفشه وعبد الله السعيد ده صراع جميل يعني على حجز مكان في المنتخب الوطني اساسي شايفه عامل ازاي؟ والله انا ما اعرفش المنتخب واخد يعني انا قريت الاسامي فانا لقيت قفشه في الفراوده المهاجمين ولقيت عبد الله في نص الملعب فكده يبقى متاخدين على مكانين مختلفين وده اللي انا عاوز اقوله في الاول والاخر يعني هم لاعبين مختلفين طبعا لاعبين مختلفين يعني انت لو مدرب فرقه ممكن تلعبهم الاثنين اساسي طبعا طبعا لو عندي لاعبهم الاثنين عبد الله ما يعني ما ينفعش تفكر وهو بمستواه ده انك تبقى يعني انك يبقى بعيد عن الفرقه لكن بتفكر لقدام شويه لو هو لا قدر الله خد انذارات مثلا او حاجه فعندنا بدلاء جيدين جدا لكن محمد مجدي مش في مكان عبد الله بيأدوا طبعا ممكن اقول اسباب فنيه بس مش عاوز يعني اقول الحاجات يعني اوصفهم هم الاثنين في الاول والاخر دي برضو اراء نختلف او نتفق فيها لكن كل واحد مختلف عن التاني ومش عاوزين نبقى عاملين ان يا ده يا ده لان في الاول والاخر هما الاثنين ممكن يلعبوا طبعا طب انا بس قبل ما اطلع الفصل لازم اسالك عن مباراه الاهلي والزمالك الاخيره شفت النتيجه مستحقه ناس بتقول انه كارترون سبب في الهزيمه وناس تقول انه موسيماني كان ممكن يحقق فوز تاريخي برايك من كان افضل وليه النتيجه وهل بالفعل ده تسبب في الهزيمه وهل بالفعل ده اضاع فوز تاريخي هو طبعا كان ممكن يبقى لان الماتشات دي ما بتتكررش يعني يعني مش بتيجي بسهوله ان تلاقي ماتش تقدر تجيب وكانت حاله الزمالك في الشوط الاول يعني ما فيش حتى التنظيم الجيد لكن هنقول برضو في شويه محطات في المباراه اولها جول الاولاني بتاع ديانج ده غير شويه خلى الاهلي يسيطر على المباراه شويه الجول التالي جه بسرعه دي برضو خلت الاهلي يعني هنقول ان هو عدى 50-60% من المباراه فانك تبقى كسبان ثلاثه برضو دي بتبقى صعبه لكن كان باين بعد جول الزمالك الاولاني ان الفتره دي لو ما جاش فيها جول الاهلي هيبقى ماتش سجال شويه وده اللي خلى شكل الماتش كده لكن هو ماتش جيد عايزين نقول ان هو ثلاث نقط في الاول والاخر صح الاهلي كان افضل في المباراه دي اكثر توفيقا كمان في عدد الاهداف والفرص
الزمالك حاول في الشوط الثاني، لكن فنيا مش هقدر اقول قوي لان هم مدربين كبار، لكن كان في بعض الحاجات طبعا اللي واضحه شويه احنا نستعملها لما نيجي نلعبهم. ده صحيح. انما يعني كان شكل الاهلي افضل في الفتره اللي هي بتاعت الاهداف الخمسه، وهو دافع جيد الى حد ما برضو في الاخر، لكن كان الثلاث اهداف بتوع الزمالك خلوا ايه ان الواقع موسيماني مدرب جيد وياخد البطولات دي كلها، يبقى اكيد ما نقدرش نقول المدرب مش جيد حتى لو احنا بنختلف في الاول والاخر. دي حاجه يعني الاراء الفنيه دي ما فيهاش صح وغلط، فيها انا رايي كذا والمدرب التاني رايه مختلف، لكن هو خد بطولات كتير مع النادي الاهلي ومن انجح المدربين مع النادي، بغض النظر بقى عن الحاجات اللي احنا نتكلم فيها اما نيجي نلعب النادي الاهلي او فرق تانية. نفس الكلام بالنسبه لكارتيرون، الراجل واخد الدوري واخد بطولات قبل كده. اسهل ليك تلعب قدام موسيماني ولا قدام كارتيرون؟ الاثنين زي بعض بالظبط يعني. الاثنين صعبين ولا الاثنين سهل ان انت تكسب؟ لا ما فيش، هو في الاول والاخر انا بعمل حساب لكل مدرب في العالم اكيد يعني. بس يعني مين يبقى اسهل تقرا فكره التكتيكي وممكن مش يعني مش هقدر اقول الكلام ده لان ممكن اقول اجابه تبقى يعني مختلفه شويه، لكن لا هم كون انت بتلعب الاهلي والزمالك دي في حد ذاتها ليها تأثير، لكن أنا بالنسبة لي ثلاث نقط دي حاجة. تاني حاجة مع بيراميدز هم لازم الأهلي والزمالك يعملوا لك حساب زي ما أنت تعمل لهم حساب يعني. لكن شايف إنك قادر على الفوز على الأهلي وعلى الزمالك؟ أنا عمري ما دخلت مباراة عشان أكسب، لازم أكسب الأهلي أو أكسب الزمالك. أنا عاوز أكسب المباراة دي عشان الثلاث نقط، ودي مهمة جدا الناس تفهمها. انت ممكن تتعادل مع الاهلي وزمالك وتاخد دوري مظبوط، لكن انت ممكن تتغلب من فرق اقل وما تاخدش وتخسر دوري. ده صحيح. خليني اروح لفصل، بعد الفصل عايز اسال كابتن ايهاب تطوير اللعب، يعني هل كل فرقة لها طريقة لعب؟ وليه الناس دايما بتشيد بايهاب جلال وبتقول انه اي فرقة بتولى تدريبها بيحصل تغيير في شكل الفرقة؟ نسمع بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين. قبل ما تجاوبنا على السؤال حضرتك كنت عايز توجه رساله لكابتن احمد العجوز. طبعا بارك لك كابتن احمد، هو نجم من نجوم النادي الاسماعيلي في مصر ومدرب كبير، وارجو ان يعني جمهور يسانده ومجلس اداره يسانده، وانا بقول ان هو يستاهل يبقى نمره واحد، مش عايزين نقعد نقول هنجيب مدربين وفي الاخر برضو هيحصل حاجه او مش هيحصل حاجه، لكن هو يعني ضحى كتير عشان النادي الاسماعيلي وفي نفس الوقت هو مدرب كبير ومعاه، يعني ارجو انه يبقى طبعا معاه كابتن محمد صلاح وجريشه وحمص وكانوا اختيارات جيده جدا وابناء النادي الاسماعيلي ويقدروا يعملوا حاجه كبيره، بس يتم مساندتهم يعني وفي الاول والاخر النتائج هتيجي ان شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. ايهاب جلال وطرق اللعب بتغير حسب كل فرقه، اي فرقه ارتحت معاها اكتر؟ وهل ممكن تفاجئنا بحاجه جديده خاصه انه في تطور رهيب دلوقتي في عالم التكتيك في كره القدم؟ والله طبعا احنا بنغير يعني او عادتنا من زمان، يعني احنا بنغير في اشكال مختلفه في اللعب لاسباب كثيره يعني، لكن اهمها انها اسباب فنيه يعني تكتيكيه تناسب الفريق اللي هنلعبه الفريق اللي هنلعب ضده يعني، لكن احنا بنبقى مركزين شويه مع نفسنا يعني في الشكل اللي احنا هنلعب بيه واللي نجبر الفرقه الثانيه انها تبقى زينا. في بعض الحاجات بقى في الدوري المصري زي الكور الطويله كتير شويه وكده بنحاول نعالج الكلام ده مع الفرقه اللي بتلعب كده، وللاسف هي عدد مش قليل. لكن طبعا التدريب اختلف تماما من 30 سنه غير من 25 ل 20، خمس سنين التدريب كان مختلف. بتطور نفسك ازاي؟ والله هي اهم حاجه يعني، طبعا انا حكيت قبل كده ابتديت ازاي، لكن هنقول في حاجات. انت ابتديت مدير كوره. لا انا ابتديت قصدي التعليم بقى ازاي يعني ازاي تذاكر يعني كمدرب، لكن مهم تفكر الناس. حاجتين مهمين جدا في الشغل، ان انت تقدر تسافر لدورات ودي مهمه جدا. لسه بتسافر في امريكا برضه؟ امريكا اصلا كان عندنا يعني في توامه يعملها المهندس ممدوح مع نادي كانزاس سيتي في امريكا، هو الاول على المجموعه بتاعته دلوقتي، والناس جت قعدت معانا اتفرجت على عندنا
وكانوا يعني يعني الحمد لله يعني برضو مش متخيلين ان في كده عندنا. بس هي الغريبة امريكا، يعني امريكا مش دولة متقدمة في كرة القدم. انا قلت الكلام ده من 12 سنة نعم. وبعدين بعيده دلوقتي، هي نمرة واحد في التعليم في العالم، في التعليم تاني حاجة هم هيبقى في الكرة برضو نمرة واحد. ودلوقتي الناس بتروح من اوروبا تتعلم في امريكا ودي حاجة برضو مهمة جدا. ممكن اونلاين الناس تتعلم في بعض الحاجات لكن انك تروح وتشوف انت فين في وسط الناس يعني في الحاجات بتبقى كتير عارفها، لكن في الاول والاخر النظام نفسه تفكير مختلف، كيفيه يعني اداره الموضوع الفني انه بقى في حاجات كتيره جدا. سافرت السنه دي؟ لا، كان السنه اللي فاتت قبل ما اروح قبل ما اروح الاسماعيلي يعني، وانا قبل ما اروح مقصه كنت هناك يعني. رحت ابتدى قد ايه؟ كنت قعدت ساعتها 3 أسابيع يعني. رحت لعبد الله منهم، كان ساعتها هناك عبد الله ابنك اسبوع، ورجعت بقى على ابتدينا المقاصه. بعدين رايح الاسماعيلي. المحاضرين منين؟ اغلبيتهم بيبقوا امريكان سواء الاتحاد الامريكي او كده، وبعض اللي بيجيبوا مورينو بقى في مره، بيجيبوا ريموند فيرهاين احسن واحد بتاع احمال، بس هو بيقول ان مفيش حاجه اسمها احمال، اللي هو كان واخد رابع مع هيدنك في كوريا، وخد رابع في كاس اوروبا، وخد رابع في كاس عالم تاني مع روسيا يعني. وبعدين 2011 قال انا هبطل تدريب وهشتغل، هعمل اكاديميه. انت معاك مدرب احمال؟ لا لا. يبقى مؤمن بكلمه الراجل. لا، هو انا بروح اشوف، انا ما بقولش ان ما فيش مدرب احمال لكن بقول ان المدير الفني لازم يبقى مدرك ايه اللي بيحصل. نعم. فلازم مدرب الاحمال يشتغل من خلاله، ما تسيبلوش انت الشغل وبعدين تشتغل حاجات تانية، لان حمل التدريب نفسه مش هتقدر تعمله. وده اللي قاله هو قال لك ما فيش حاجه اسمها مدرب احمال، لان المدرب الاحمال ده لازم يبقى مدرب. ليه؟ لان لما تيجي تعمل حمل اي حاجه بالكوره مختلفه تماما عن انك تجري الناس وبس. وهو كون ان تطلع من راجل زي ده ف يعني ريحتني جدا، ورحت له انا 4-5 مرات بقى يعني. طيب انا الوقت معاك بيجري بسرعه، خلينا ناخد معاك فقره الاسئله السريعه، الفقره الاخيره في برنامجنا. تجربة الاصعب في مسيره ايهاب جلال المدرب حتى الان؟ ده الاصعب مش هقدر اقول، ممكن الاسماعيلي واحنا رايحين يعني لسه وضع الفرقه يعني. تجربه الافضل في حياه ايهاب جلال؟ والله كل التجارب اللي انا اشتغلت فيها كنت سعيد بيها جدا، حتى في درجه تانية سعيد جدا وانا في الفرق اللي في درجه تانية. وعمري في تجربه بالتاكيد بتكون لا طبعا انك تطلع المقاصه تطلع التاني بالارقام اللي انا قلت لحضرتك عليها، كان يعني كنا ممكن ندوس وناخد الدوري ساعتها. غير نادم على رفضي لتدريب المنتخب الوطني؟ ما حدش ما يتمناش انه يروح المنتخب، لكن انا جايبها من وجهه نظر انه قدر ربنا هو اللي هيمشي يعني. تدريب الاهلي حلم الايام مدير فني ومنهم ايهاب جلال. النادي الاهلي نادي كبير جدا، وما اعتقدش ان حد يرفض لو هو مش في نادي كبير يروح النادي الاهلي يعني. اللي يحتاجه بيراميدز عشان يفوز بالدوري الموسم ده هو التوفيق. سر تفوق الاهلي على الزمالك في القمه 123 كان؟ كان الاهلي اكثر تنظيما. الفريق الاقوى للفوز بالدوري هذا الموسم هو؟ انا قلت لحضرتك ان الاهلي والزمالك هيبقوا في الثلاثة الاولانيين وواحد بقى يا اما فوقيهم يا اما تحتيهم. وجود اللاعب ده في صفوف بيراميدز يخلينا ناخد الدوري واحنا مطمنين. كل اللعيبه الكبار اللي عندنا. الفرق بين موسيماني وكارتيرون من وجهه نظري هو؟ هما متعادلين. النجم الاول للجولات الثلاثة في الدوري الممتاز كان؟ كلاعب ولا كلاعب؟ عبد الله سعيد. عبد الله سعيد. كمدرب؟ عودة وتامر مصطفى. عودة وتامر مصطفى. كابتن ايهاب، قبل ما اشكرك هل في اي حاجه حضرتك تحب توضحها ما سالناش فيها، او في رساله حابب توجهها؟ لا، انا بشكر كل الناس اللي بيساعدونا، وبشكر خصوصا لواء محمد، وبقول له انا مقصر معاك، لكن انت محمد سلام. طبعا. نعم. بقول له انت يعني كان ليك فضل كبير بعد ربنا في اللي انا وصلت له يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا كابتن. كابتن ايهاب جلال اللي كان منورنا ومشرفنا النهارده، وكالعاده بيكون حديث ممتع. خلص الكلام، مسك الختام، سلام.